مساء الخير على جميع الحضور، الأساتذة والزملاء، الزملاء من أسرة إيفا فارما. أدعو الله أن نكون موفقين في محاضراتنا لليوم الثاني للويبينار. إحنا كنا بدأنا أول امبارح، كان السبت 4 جولاي، كان الويبينار بتاعنا تحت عنوان نيورولوجي نيفر سليب. كان فيه ثلاث محاضرات، كان فيه ثلاث محاضرات. كانت محاضرة الدكتورة رشا البيه اللي كلمتنا على البوليسيمنوجرام، على البوليسيمنوجرام، وكان في دكتوره هيام كلمتني على السليب خدي كمان نيورولوجيكال ديس خدي خدي اوردر. دكتوره رشا كانت اتكلمت على البوليسيمنوجرام، ودكتوره هيام اتكلمت على السليب نيورولوجيكال ديس اوردر، وانا اتكلمت على السليب والابيليبسي. النهارده ان شاء الله نستمتع بمحاضرتين، يعني ان شاء الله يكونوا اهم كمان من المره اللي فاتت. دكتوره شيماء هتكلمنا على السليب ديس اوردر ان بيدياتريك نيورولوجيكال ديزيز، وراها ان شاء الله دكتوره ايمان هتتكلم على السنترال هايبر سومنيا. فدكتوره شيماء تتفضل تمتعنا بالمحاضره بتاعتها. اتفضلي يا دكتوره شيماء. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. انا متشكره جدا لحضرتك يا دكتوره ايمان في اتاحه الفرصه لي ان شاء الله ابقى مع حضراتكم النهارده، واشكر طبعا اساتذتي الحضور والشركه المنظمه للميتنج. وهنبتدي بسم الله نتكلم عن sleep disorders in pediatric neurologic diseases. معلش يا دكتورة إيمان، أنا مش عارفة هي السلايدز بتقلب عند حضراتكم ولا إيه؟ لا هي لسه، أنت لسه دلوقتي في أول واحدة. يا جماعة لو سمحتوا، يعني دكتورة إسراء ودكتورة مارينا ترد برضو على الدكتورة شيماء لو سمحتوا. يا دكتور هي كانت لسه واقفه، ما خليتهاش ان هي تقلب السلايد. طب ما دي حصلت معايا برضو انا المره اللي فاتت. ممكن تقولي الكل يقفل الميكروفونات ما لو سمحتي يا دكتوره اسراء ويا دكتوره مريم، اقفلي الميكروفونات على كله ما عدايا وما عدا الدكتوره شيماء لو سمحتي، وانتوا كمان، لان انا دلوقتي بيجي لي اصوات وانا بتكلم في حد برضو لقيت صوت في وداني، ودي حاجه بتلخبط اي حد بيكون بيتكلم. تمام ماشي، هنبقى ابتدي يا دكتوره ايمان. اتفضلي. اتفضلي يا دكتور. هو دلوقتي هنتكلم عن هيستوريكال اوفر فيو عن السليب ديس اوردرز في الانفانت والتشيلدرن. الحقيقه لغايه نهايه القرن ال 19 ما كانش فيه في النيورولوجي الجزء ده بتاع السليب في الانفانت والتشيلدرن، لغايه سنه 1980 ما بدا ريتشارد فيربر ده اسوشيتد بروفيسور في جامعه هارفارد في امريكا، بدا يتكلم ويعمل كتاب اسمه سماه سولف يور تشايلد اند سليب problems. ده كان في يعني نصايح للبيرنتس ازاي يتعاملوا مع السليب ديس اوردرز بتاعت التشيلدرن بتاعتهم اولادهم. بعد كده جه بعده العالم كريستيان جيلمان الف كتاب اللي هو السليب اند اتس ديس اوردر ان تشيلدرن. بعد كده توالت الابحاث، فطبعا في يعني مجال حضور حضراتكم النهارده فكان لازم نشكر العالمين. الكونتنت اللي هنشوفها النهارده في المحاضره باذن الله هي واي وي ستدي سليب ديس اوردرز في بيدياتريكس. بعد كده هنتكلم عن الباثوفيزيولوجي اوف سليب ديس اوردرز ان بريف كده، بعد كده التايبس اوف سليب ديس اوردرز في بيدياتريكس والسليب ديس اوردرز اسوشيتد وذ نيورولوجيك ديزيزز في حالات النيورو ماسكولار والنيورو ديفلوبمنتال والموفمنت ديس اوردرز، واخيرا هنتكلم عن السليب ديس اوردرز مع الكوفيد 19. طيب السليب ده اللي هو اكتف بروسيس تاخد اباوت من 8 ل 9 ساعات في الادلت وتوصل لغايه 16 ساعه في الانفانت والتشايلد. السليب ده بروسيس ليه فانكشن مهمه جدا، فسبحان الله يعني من معجزات الخالق. يعني ايه بقى؟ بتعمل اوبتيمال برين جروث اند ديفلوبمنت، ده بالنسبه للانفانتس. ثانيا هنلاقي في الوقت ده او في المرحله دي في انهانسنج للليرنينج والاتنشن والميموري بالكونسوليديشن والسينابتيك افيشنسي، وطبعا النيورو ترانسميتر رينيوينج والبلاستيستي. بعد كده ممكن يحصل فيها برضو ريجوليشن للايموشن والابتايت والفيدنج، ولقينا ان البودي ويت برضو بيتغير على حسب السليب هابتس والريسك تيكينج اند بليجر سيكينج بيهيفيرز. برضو من ضمن الوظائف بتاعت السليب الاسترينسنج طبعا للاميون فانكشن، ودي وظيفه مهمه جدا خاصه في الايرا اللي احنا فيها دلوقتي في مرحله الانفكشن والبانديميك وكده، فالسليب ده حاجه مهمه جدا. اخيرا بيعمل بروفايدنج الاوبتيمال تايم للكليرنج للبرين سيلولار ديبريس ونيورو توكسينز. طيب احنا ليه هنتكلم النهارده عن السليب في البيدياتريكس؟
علشان معظم حالات الاطفال في البيدياتريك كلينيك بتيجي بسليب ديس اوردرز، سواء كانت الون سنجل دي بتمثل 20% من الحالات او 40% لو هي اسوشيتد وذ اذر نيوروجيك ديزيزز. ذا سكند كوز اللي هو الايفكت بتاع السليب ديبريفيشن او السليب ديس اوردرز بتاعت التشايلد ده على البيرنتس، بيعمل طبعا بيأثر على الديلي ليفنج اكتيفيتيز بتاعتهم، فبالتالي بيعمل طبعا ستريس كونديشن جامده جدا ويضطروا ان احنا يجيبهم لنا العياده. ذا ثيرد كوز اللي هو التشايلد نفسه مش بيأثر عليه بس في الانسفيشنس بتاع السليب ديورنج نايت، لا وكمان في during the day بيعمل له irritability واجريشن depression hyperactivity and interfere with learning. طيب هنبص بصه سريعه كده عن النيورال كنترول سنترز للسليب والوكفلنس. عندي اماكن مهمه جدا لازم ابقى عارفاها وعارف ايه النيورو ترانسميتر بتاعها، وهل هو انفولفد في السليب بروموشن ولا في الويك والويك بروموشن. عندنا طبعا من الاماكن المهمه جدا هي الانتيرور هايبوثالاموس في الفنترولاترال بري اوبتيك نيوكليس، والبوستيرور هايبوثالاموس اللاترال والدورسوميديال هايبوثالاميك نيوكليوي دي مسؤوله عن الاوركسين وده بيعمل ويك بروموشن. التيبرو ماميلاري نيوكليوس دي موجوده في الفور برين، دي طبعا الهيستامين ده الاستايل بتاع ده النيورو ترانسميتر بتاعها وبيعمل ووك بروموشن. عندنا بعد كده البيدانكلو بونتاين تيجمنتال نيوكليوس واللاترال دورسال تيجمنتال نيوكليوس، دول في الميد برين وفي البونز، وفي اللوكاس سوريلس طبعا والدورسال ريف نيوكليوس دول مسؤولين عن النورفرين والسيروتونين وطبعا ويك بروموشن. طيب السلايدز دي بتبين لنا كده الاناتوميكال ديستريبيوشن بتاع ذيس نيوكلي اللي احنا قلناها، وطبعا كل نيوكليوس بالنيورو ترانسميتر بتاعها وهل هو انفولفد في الاويكفولنس ولا السليب. وطبعا واضح من الصوره دي ان الفلو في النيورو ترانسميتر سويتشز اور برين بتوين سليب اند ويكفولنس ان كيرفول ريجوليتد سايكل، ده في حاله النورمال هيرسي فيرسو. طيب الفسيولوجي في سليب ان بريف كده، طبعا اساتذتنا دكتوره ايمان وهيام ودكتوره رشا البالي كلمونا عنه الجزء الاول من الويبينار، بس سريعا كده عشان ما نقول مثلا ده حصل في النون ريم والريم نبقى عارفين في ايه هي السليب ستيجز الموجوده عندنا. احنا عندنا اكوردنج تو الاي سي جي في الاوتنس ده بيبقى بريدومينانت في الالفا ريزم والترنيتنج ساعات بالبيتا ريزم. مش عارفه هو كده الماوس يا فندم حضراتكم شايفينها؟ ايوه شايفينها الاي اي جي. تمام يا فندم، تمام يا فندم. هو كده في الاوك في الناس طبعا بيبقى فيه بريدومينانت الفا ريزم والترنيتنج ويز بيتا ريزم. في الريم سليب بيبقى مينلي بيتا ريزم، والريم سليب طبعا دي بيبقى فيها اللي هي الرابت اي موفمنت وبيبقى فيها اكتيفيتي جامده جدا من البرين، بالرغم من طبعا في المصر بيبقى فيه هايبوتونيا في البودي والاذر فيسيولوجيكال تشينجز، بس في المرحله دي عشان الاكتيفيتي بتاعت البرين بيبقى فيها البيتا ريزم عاليه جدا. بعد كده عندنا الستيج 1 اللي هو النون ريم ستيج، في النون ريم بيبقى فيها الثيتا ريزم. السكند ستيج بقى بيبدا البرين يكون السليب سبندلز والكي كومبلكس، وفي الستيج 3 بيحصل الدلتا ريزم بتبدا تبان. طبعا الدلتا دي بتبقى سلو ويف سليب، سلو ويف بتتراوح ما بين الاربعه وسبعه سايكل. بعد كده بندخل في مرحله الديب بقى سليب اللي هي الستيج 4 من النون ريم، دي بيبقى فيها يعني مور دلتا ريزم. الناحيه اللي على الشمال دي طبعا باين فيها بقى ايه هي الفسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل مع السليب في المراحل المختلفه، طبعا بتتراوح ما بين ديكريز في البلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت والماسل تون طبعا والموفمنت بتاعت الاي. طيب الجدول ده وضح لنا هو سمري للنورمال سليب بارامترز في الشيلدرن، بيبين لنا ان كل ما زاد العمر بتاع الطفل بيقل عدد ساعات النوم بتاعته. يعني اما نيجي نشوف كده من 0 تو 2 مانثس هنلاقي ان الطفل التوتال سليب تايم بتاعه بيوصل لغايه 18 ساعه، بيعمل يعني بيبقى ليه نفس اللي هو يعني نام بالنهار حوالي من الافريج بتاعه 3 مرات في اليوم الواحد. طيب بعد كده كل ما بيكبر يعني بقى ما يوصل من 2 مانثس لسنه
تقريبا بيبقى في التوتال سليب اورز حوالي 16 ساعه، وبيبقى بيبقى في نفس اباوت 2 بير داي، ونفضل كده لغايه ما نوصل للادورس يعني الشايلد هود والادورسنس، بتبدا تقل عدد الساعات بتاعه النوم قد توصل من 7 تو 10 اورز، والنابنج في الوقت ده بيبقى نتيجه الانسفيشنت سليب او ان هو يبقى عنده سليب ديس اوردرز. طيب الصورة دي برضو وضحت لنا العلاقة ما بين slow wave sleep والnumber of hours اللي يعني بتروح فيها بقى من أول newborn والchild والteenagers. تمام، نلاحظ فيها إن عدد الساعات برضو في newborn بيبقى أكتر عدد ساعات النوم، والrem طبعا بتاعته بتبقى أطول وبتبقى earlier وبتبقى more frequent than الأدلت. طيب انا عندي السليب ديس اوردرز منقسمها اسمين كبار جدا اللي هو الديسومنياس والباراسومنياس. الديسومنياس دي يعني الكم والكيف الحقيقه، يعني الديسومنيا الكيف بيبقى نورمال، بيبقى النوم كويس جدا، المشكله بتبقى في الديوريشن وفي التايمنج اوف السليب. انما في الباراسومنياس بقى بيبقى العكس، بيبقى السليب نفسه بيبقى فيه بيهيفير افكشن، وايل ان الكواليتي والكوانتيتي والتايمنج بتاعه بيبقى نورمال. طيب دي ال DSM-5 classification للسليب ديس اوردرز. الحقيقه هو فيه classification كتير جدا بتتراوح، في international classification version 2 و 3، وفي ال DSM-5 classification قسمت لنا السليب ديس اوردرز according to بقى ال breathing ديس اوردرز اللي معاها او circadian rhythm، هي تقسيمه كبيره جدا. طيب هنبتدي بالسليب اند موفمنت ديس اوردرز. احنا عندنا ال movement ديس اوردرز دي ممكن تحصل during sleep in او around sleep، او ممكن تحصل during wakefulness ولكنها interrupt the sleep. طيب دي زي ايه اللي هي بتحصل during wakefulness؟ طبعا زي حالات الباركنسون والهانتنجتون والمايكلونس والاتاكسيا والديستونيا والاسينشال تريمورس والتوريت سندروم والهيميباليزموس. طيب اللي بتحصل in او around sleep بقى بنقسمها لتو تايبس، السمبل موفمنت ديس اوردرز، وهنقول دلوقتي هي ليه سمبل. دي طبعا من اشهرها اريستس سندروم والسليب ريليتد بروكزيزم والسليب ريليتد ريزميك موفمنت ديس اوردرز، البريودك لمب موفمنت، والبناين سليب مايكلونس اوف انفانسي. طيب الكومبلكس موفمنت بقى ديس اوردرز دي طبعا اللي هي بتبقى تحصل في الريم او النون ريم، وبتبقى بيبقى معاها اسوشيتد ويز بيهيفير، زي في حالات مثلا السليب ووكينج او السليب تيرورز او النايت تيرورز او النايت ميرز. طيب احنا هنبتدي نتكلم عن السليب ريليتد موفمنت ديس اوردرز اللي هي السيمبل تايب، اللي هي بنبدا بالريستس ليج سندروم. الريستس ليج سندروم دي سيمبل بمعنى ان هي بتبقى مونوفيزيك، بتبقى فريكوينت، بتبقى ستيروتايب موفمنت اوكي بريدومينتلي اراوند السليب او انتربت السليب نفسه. طيب الريستس ليج سندروم دي الديفينيشن بتاعها ان هي ايرريزيستبل ايرج تو موف ذا ليج او انبوز اوف بيت بارت، يعني مش شرط اللي هي لور ليمب بس، ممكن افكت الابر ليمب ديو تو ايرج فور الباراسيزي مثلا. طيب الاثيولوجي بتاعها از انون، لكن لقوا ان في انفولفمنت لسيرتن فاكتورز من اهمها جينيتك فاكتورز، وده دليل عليه ان حوالي 90% من التشايلد اللي افكتد بالريستريستيك سندروم واحد من الفاميلي بتاعته لازم ان هو يكون افكتد. طيب برضه السكند فاكتور اللي هو المونو انرجيك سيستم انفولفمنت، ده برضه دليله عليه ان احنا اما بندي الدوبامين الحالات دي بتتحسن جدا، قالوا ان ده ممكن يكون امبريكيتد من المونو انرجيك سيستم افكشن. طيب في برضه الانتر سيريبرال ايرن ميتابوليزم، ده فاكتور من الايتيولوجي دليله عليه ان هنا اما قاسوا نسبه الفيرتين في السيروم لقوها قليله، واما بندي الايرن سبلمنتيشن البيشنت بيتحسن جدا. مش اسفه. طيب في هنا طبعا برضو another factor اللي هو affection الميكروفاسكولار سيركوليشن، ده شفناه برضو لما جينا نقيس الاكسجين ساتوريشن في الليمب اللي هو افكتد ده لانه قليل جدا، فقالوا خلاص ان احنا ممكن يكون عندنا برضو في فاسكولار element في الايتيولوجي. طيب الريستس ليج سندروم دي لها شويه كاركترستيك مانفستيشن كده، ان هي بتبقى كوموربيديتي بالاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردرز، والسو كوموربيديتي بجروينج بين. طبعا انا عندي هنا الفاكتور اللي هو انشيت الريستس ليج ده هو الباراسيزيا، هو مش بين، هو مجرد ايرج سنسيشن.
طيب هو مش بينفض، هو مجرد يعني احساس قوي ان انا عايزه احرك رجلي. طيب الجروينج بين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بينفض غالبا ما يعني افكت اللور لمب بس، ما بي نوت افكت الابر لمب. السيمبتوم بتاعته بتختفي عند 12 سنه. طيب التشيلدرن ومعاهم ريست ليج سندروم ده ار مور لايكلي معاهم مود ديس اوردرز، بس المود ديس اوردرز هنا لها جندر ديفرنس، يعني بالنسبه للبويز بيبقى معاهم اكتر اتنشن ديفيسيت وبيبقى معاهم الانكزايتي ديس اوردرز، بالنسبه للفيميل تشايلد بيبقى معاها اكتر الديبريشن. طيب الهاير انسنس للاوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم والباراسومنياس بتبقى ريبورتد معاها بكثره الحقيقه. طيب انا عندي دي الانترناشونال كلاسيفيكيشن للسليب ديس اوردرز طبعا بكل الفيرجنز بتاعتها من اول سنه 2003 حدثوها في 2010 اخيرا اللي هو الفيرجن 3 ده في 2013 ده يعني قالوا خلاص بقى ان عايزين نعرف الريست ليج سندروم ونحط لها دايجنوستيك كرايتيريا عشان هي الكومونست يعني موست كومن في الاطفال الحقيقه. طيب قالوا ان هي ايرج تو موف ذا ليج usually accompanied by uncomfortable or unpleasant sensation of the leg. طيب السيمبتومز دي لازم تكون during periods of rest او inactivity، ما ينفعش تحصل during مثلا walking مثلا، ما ينفعش. طيب ان هي relieved by movement بيبقى معاها partial او totally relief. طيب such as the walking او the stretching وطول ما انا بحرك اللمب يعني as long as possible. طيب occur exclusive او predominantly في الايفنينج او نايت rather than during the day من ضمن الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعتها. طيب النيد تو اكسكلود الميمكس مهم جدا زي حالات مثلا الليك رامبس البوزيشنال ديسكمفورت لازم نعمل لها ديفرنشال دياجنوستيك. طيب ان اديشن السيمبتومز must be have clinical significance بمعنى ان هي يعني انترفير ويز السليب افكت على السوشيال فانكشن بتاعت التشايلد لازم ده من ضمن الكرايتيريا بتاعته ان هي لها كلينيكال سيجنيفيكانس. طيب الباثوفيزيولوجي بتاع الريست ليج سندروم الحقيقه احنا زي ما اتفقنا ان هو ليه فاكتورز هو انون بس الايتيولوجي بتاعه انون، ولكن الامبليكيشن فاكتور بتاعه من ضمنها الدوبامينرجيك سيستم افكشن طبعا للتيروزين و والتيروزين هيدروكسيليز طبعا ديو تو الايرن ديفيشنسي، والايرن مهم للتيروزين هيدروكسيليز اللي هو مهم في تكوين الدوبامين، فبالتالي لما يحصل ديفكت في السيرس دي بيحصل مشكله الريستلس ليج سندروم. طيب التريتمنت بتاعنا النون فارماكولوجيكال مهم جدا اكتر من الفارماكولوجيكال ثيرابي. النون فارماكولوجيكال هنا ان انا بعمل ديسكونتينيو للبروفيكاتيف ايجنتس زي مثلا الدراكس، لقوا ان الانتي هيستامين الانتي هيستامينيك دراجز والانتي ديبريسنت خاصه الاس اس ار ايز والانتي ايميتيك خاصه الميتوكلوبرامايدز والانتي سايكوتكس دي بتعمل بروفيكيشن فما لها ديسكونتينيويشن بيحسن السيمبتومز. بعد كده برضو لازم نعمل ابستنس او دي طبعا ديكريس او بريفنشن للالكول والكافيين بيبقى لقوه مهم جدا في الامبروفمنت اوف سيمبتومز. بعد كده عندنا المساج اوف ذا ليج ده بيحسن الدوبامينرجيك سيستم وبيعمل ستيميليشن والاكسرسايز بيحسن السيركوليشن بتاعي بيحسن الاكسجينيشن بتاع اللور ليمب. وابويد طبعا ارتفيشال سويتنرز لو ان الناس اللي بتستخدم ارتفيشال سويتنرز اللي هي المحليات الصناعيه بكثره بيبقى عندهم الريسيفيك سندروم بصوره اعلى. طيب الفارماكولوجيكال ثيرابي طبعا من الباثوفيزيولوجي اللي احنا شفناه هنقدر نطلع ايه هي الثيرابي اللي بنستخدمها. طبعا الايرن سبلمنتيشن مهم جدا بالدوز بتاعته في التشيلدرن اللي هي بتبقى 3 مللي جرام المنتال ايرن بير كي جي بير دي فور 3 مانثس. لقينا ان الكومبينيشن طبعا الفيتامين سي وفيتامين اي ده بيحسن الابزوربشن بتاع الايرن فبداوا يدوه مع الحالات دي. الميلاتونين طبعا عشان اندكشن السليب مهم جدا يعني بيبقى الارج عالي جدا فبنحتاج ان احنا نديهم حاجه انشيت السليب. بعد كده بندي المغنيسيوم برضو بعض الاستادز قالت ان هو دي علاقه برضه بالميكانيزم بتاع الدوبامينرجيك سيستم ده فقالوا ان احنا هنديه 300 مللي جرام بير دي لمده 6 ويكس. طيب طبعا ال دوبا كارب دوبا ده مهم جدا في الاطفال، في الاطفال بعض الاستادز اديته ولكن يعني قالت ان احنا لقينا فيه لور يعني فيو سايد افكتس بس هو الحقيقه الاف دي ابروف ما اقرتوش بالنسبه للاطفال يعني. البارامبيكسول والروبينرول ده قالوا ان هو كويس ونو سايد افكت وبيحسن طبعا الدوبامينرجيك سيستم، والكلونيدين والجابابنتين والكلونازيبام
بيقلل الموفمنت، ولكن اذا لقينا ان الاتنشن ديفيسيت الاي دي اتش دي مع الاس 6 سندروم الحقيقه ما بنحبش ندي الكلونازيبام لانه بيسوق الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردرز. طيب بعد كده السكند موست كومن موفمنت يعني اللي هو البريودك لمب موفمنت اللي هو بنسميه بليمس. البليمس ده برضو ريبيتيف كيكينج موفمنت في السليب بيأفكت الليكس طبعا، وممكن ناس لقوها ان هي ممكن تحصل في الارض في الأبر ليه. طيب دي تبقى دايكنوزيس اوف اكسكلوجن ليه؟ لان هي الحقيقه كومن كتير جدا اما بنلاقيها في البولسونوجرافي، فاما مش معقول كل حاله هنلاقي فيها بليم اللي هو البليمس هنقول هو ده التشخيص، لا احنا لو في حاجه ثانيه خلاص هي ده نخليها للاخر خالص. طيب البليمس اوكير موست اوفن ديورنج سليب طبعا، بس ممكن تحصل ديورنج الويكفولنس، وات ريكوايرز بريزنس للبريودك لمب موفمنت. يعني الكراتيريا بتاعتها بقى ان هي لازم تكون اكتر من 5 بير اور بالنسبه للاطفال، واللي هي البريودك دي تبقى 5 بير اور، وبالنسبه للادلت تبقى اكتر من 15 بير اور. هنحسبها ازاي؟ هنحسبها بالبوليسومنوجرام زي ما هنشوف دلوقتي. طيب البريودك لمب موفمنت از ديفايند ان هي برضو لازم تكون الاي ام جي بتاعتها تبقى اعلى من 8 مايكرو فولت اليفيشن اباف البيس لاين. طيب التريتمنت بتاعها زي البريودك لمب موفمنت زي الريسس ليك سندروم، نفس الفارماكولوجيكال ونفس الفارماكولوجيكال. ده بوليسومنوجرام بيبين لي البريودك لمب موفمنت، انا عندي هنا البيرسس اكتر من 5.5 واقل من 10 سكندز، دي كده البيرسس بتاعت 1 لمب. انا عندي هنا اكتر من 4 لمبس في ال 1 لمب اهو، اكتر من 4 موفمنتس تمام، وما بين كل واحده وواحده مش اقل من يعني between 5 to 90 seconds، ده duration between the cycles. كده نقدر نحسبهم، نحسب ان دي كل واحده من دي هي عباره عن periodic limb movement. طيب بعد كده هنشوف السليب ريليتد ريزميك موفمنت ديسوردرز، ودي حاجات ودي صراحه مشهوره برده بس مشهوره بالاسم تاني اللي هو الستيروتايبي. الستيروتايبي هي manifest للتشيلدرن as repetitive body rocking او هيد بانجينج، الطفل بيخبط دماغه وهو نايم او بيحرك البودي يعني بصوره عاليه اعلى من الطبيعي. طيب السليب ريليتد ريزميك موفمنت ديس اوردرز دي افكت اللارج ماسل جروب ان اني بارت از ذا بودي تمام، كومنلي طبعا بتبقى في الهيد والتورس اللي هو الابدومن والايك والليكس. طيب الموفمنت دي بتبقى غالبا نون فانكشنال ريبيتيتيف فيكسد بالنسبه لايه بقى؟ للامبليتيود والفريكونسي بتاعتها، وبتبقى عشان كده سميناها ستيروتايب بيهيفير. طيب predominantly occurred during sleep او في مرحله الترانزيشن من الويكفولنس تو سليب. الريزميك موفمنت دي ديستنجش نفرقها من التريمورس بالفريكونسي بتاعتها، هي الحقيقه الفريكونسي بتاعتها اقل من التريمورس، بتبقى من 0.5 ل 2 هرتز والديوريشن بتاعتها اقل من 15 مينت. طيب الموفمنت دي لها كرايتيريا مهمه جدا ان هي ستوبس ويز ديستراكشن، لو عملت ديستراكشن للتشايلد الموفمنت بتختفي تماما. طيب ممكن نقسمها لتو تايبس اللي هو البرايمري والسكندري. البرايمري ده ممكن يحصل في نورمالي ديفلوبد تشايلد وذاوت اسوشيشن وذ اني نيورولوجيكال ديس اوردر، او السكندري تبقى اسوشيتد مع الاوتيزم او الريت سندروم. طيب ده اكزامبل اهوت للتو تايبس اهو، تو تشايلد، واحد بالهيد بانجنج فقط اللي هو ثانيه واحده ممكن بس ده كده الاوكلر موفمنت هنا هي افكتد وفيها ارتفاكت كتيره وريفلكتد على الاي جي. طيب بالنسبه للصوره الثانيه ده تشايلد 18 سنه، ده بالموفمنت بقى بالبودي موفمنت كلها عرفناها، يعني في هنا افكشن للليمب موفمنت اهوت اللي هو التيبياليس انتيريور، وبالاضافه للليترو اوكلوجرام اولسو، والهيد اتعكست على الاي اي جي بتاعه. طيب بعد كده من الاظهر موفمنت اوردرز اللي هي السليب ريليتد بروكسيزم، ده انفولف كونتراكشن للمسكات في مصر تمام، ولما افكت المسيتر والتمبوراليس بنسميها ريزميك
ماستيكاتوري ماسل اكتيفيتي. ده بيبقى البيشنت بيبقى معاه كلينشنج وجريندنج للتيس. الحقيقه دي شكوى مشهوره جدا جدا، وكل الناس بتقول ده مثلا حاجه من التايبس اوف ايبيليبسي. البيشنت بيجي يشتكي يقول انا خايف يكون ابني عنده كهرباء، ولكن ده هي سليب ريليتد بروكسيزم تمام، والاتيولوجي بتاعها برضو انون، ولكن برضو في امبليكيشن للجينيتك فاكتور والسيروتونين جين افكشن. لقوا ان في امبالانس بين الدوبامين والسيروتونين في الانفستيجيشن. بعد كده في السليب اراوزال ميكانيزم اللي هو السمباثيك نيرفس سيستم اكتيفيشن والسايكوسوشيال فاكتور، كل دي لها انفولفمنت في الاتيولوجي بتاعها كثيره. طيب التريتمنت بتاعتها في الاطفال الكونوندين جايب نتائج كويسه جدا الحقيقه. لقوا برضو ان الجابابنتين والتايجابن والبوسبيرون التوبيراميت البوتولينوم توكسين انجكشن والبنزو برضو افكتيف في الحالات دي الحقيقه. والنون فارماكولوجيكال هنا لازم معايا الدنتست دكتور الاسنان يبقى معايا. ليه بقى؟ لان طبعا من كتر الكلينشنج والجريندنج على التيس، التيس نفسها بيحصل لها اتريجن، والجم بيحصل لها ريسيشن ترجع لورا، والجلود بتاع التيس نفسها بيحصل لها ابريفاكشن. فلازم طبعا ده كل ده بيبقى دي انترفينشن، وبنعمل بروتكشن برضو ديورنج سليب بالاوكلوجنال ديفايسز تمام، وبنعمل مساج اون ووكينج افتر ووكينج. طيب ده برضو عباره عن بوليسوم جرام لحاله بروكسيزم تمام. هنلاقي هنا التشين اهيت، التشين ماسل افكتد خلاص، فيها ارتفاكس كتير جدا، معناها بولي سبايكس كده، معناها ان فيها موفمنت، وانعكست برضو على الاي جي. طيب الكوموربيديتيز اسوشيتد للبروكسيزم ده حاجات كتير جدا، من ضمنها الباراسومنيا ممكن يحصل معاها، ممكن يحصل معاها اوستراكتيف سليب ابنيا. طيب معاها اذر نيوشنال ديس اوتس، يعني الكوموربيديتي معاها تبقى واضحه جدا. طيب الانتي سايكوتيك والنيوروليبتيك والانتي ديبريسنت برضه تريجر البروكسيزم ده. البروكسيزم طبعا لازم ان انا افرقه من حاجه مهمه جدا تحصل برضه ديورنج نايت، اللي هي الفيشيو مانديبولو مانديبولر مايكرونس. ده طيب نفرقهم ازاي؟ الفيش مانديبولر مايكرونس ده بيبقى معاه رابيد جيرك اند جو ورابيد تو ستابنج، مش مجرد كلينشنج كده وعلى التيس، لا بيبقى فيه رابيد تو ستابنج زي تريمرز كده. بعد كده هنتكلم عن السليب ريليتد للكرامبس. طبعا دي من اسمها كرامبس، فبالتالي بيبقى فيها سبونتينوس بينفول سنسيشن، ويبقى معاها اسوشيتد ويز هاردنينج للافكتد ماسل. دي ممكن تحصل في طبعا في اللور لمب بس، ما يعني نوت افكت الابر لمب. طيب ممكن تكون سايد افكت من ميديكيشن، او ممكن تكون كونديشن من اندوكراين ديس اوردرز، يعني از ابارت من اندوكراين او الكترايت امبالانس او ليت توكسيستي. هنا النون فارماكولوجيكال ثيرابي مهمه جدا طبعا، عشان الكرامبس بيبقى معاها مساج او هوت فومنتيشن وستريتشنج ماسلز. طيب الدراكس اللي ممكن نستخدمها في حالات الكرامبس دي الجابابنتين الفرابامير والسام سكسس، طبعا لقيت نتائج كويسه مع المغنيسيوم از فارماكولوجي از ثيرابي. يعني اخر حاجه عندنا البناين سليب مايكلونس اوف انفانسي. طبعا مايكلونس كلنا هنتخيل ان هو بارت اوف ايبيليبسي، ولكن لا هو نون ايبيليبتيك كونديشن اوكيرز ان نيورولوجيكال نورمال تشيلدرن. طيب البناين سليب مايكلونس اوف انفانسي ده بتبقى ريبيتيف مايكلونيك جيرك، يعني اول ما الطفل يبدا يدخل في النوم يبدا يحصل له الجيرك دي، ممكن تحصل في وان نمب او التو لمبس. طيب بعد كده في هيبنوجوجيك فود تريمورس، ده تريمورس برضو بيبقى ما بين 10 ل 15 سكند في الديوريشن بتاعته، والفريكونسي بين 0.3 to 4 هرتز، وذ بيرس ديوريشن حوالي بيقعد 1000 ملي سكند. طيب ده بيبقى ريبيتيتيف في سنجل ليج الهيبنوجوجيك فود تريمور ده. طيب بعد كده عندنا الالترنيتنج ليج ماسل اكتيفيشن، او اللي بنسميه الالما. الالما ده ديسكرايبس بيبقى معاه بري اكتيفيشن لانتيرور للتيبياليس انتيرور فانلم، بعد كده فولود باي انذر الانذر ليج، تبقى في الترنيشن كده ديورنج سليب، او ممكن تبقى ديورنج اراوزلز. طبعا الاذر بارت بقى اللي احنا لو نفتكر كنا بنقول في سمبل وفي كومبلكس، احنا دلوقتي اتكلمنا على معظم الكومنست موفمنت في السمبل. الاذرز بقى اللي هي كومبلكس بيبقى معاها بيهيفير ديس اوردرز اللي هي الباراسومياس. فطبعا يعني انا ما تطرقتش ليها الحقيقه، لان يعني عشان وقت حضراتكم برضه.
طيب بعد كده احنا بنتكلم عن السليب اسوشيتد ويز النيوروماسكولار ديس اوردرز. عشان افهم الديفكت في السليب بريسنج ده افهم الميكانيزم، يعني الميكانيزم اوف بريسنج دورنج سليب ده بيحصل ازاي. انا عندي ثلاثه سيستم امبريكيتد في السليب، يعني ريجوليشن بتاع السليب ده بتاع دورنج بريسنج. يعني اول حاجه الفنتيلاتوري درايف. الفنتيلاتوري درايف ده اللي هو سنترال درايف، ده بيبقى الامبلس جايه من البرين نتيجه ستيميوليشن للكيمو ريسبتور سنسيتيفيتي في الريسبيراتوري سنترز، فتبدا تعمل اكتيفيشن للريسبيراتوري ماسلز، تمام، وده بنسميه الريسبيراتوري ماسل درايف. بعد كده بقى الميكانكس بتاعتنا اللي هي عن طريق بقى الاير فلو والفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي يبدا يحصل البريسنج. طيب ايه بقى الديفكت اللي ممكن يحصل بعد كده لو النورمال الميكانيزم ده حصل فيه اختلال؟ ممكن يحصل سليب هايبوفنتيليشن سندروم، ممكن يحصل سنترال سليب ابنيا، اوبستراكتيف سليب ابنيا، كاينستوب بريسنج، او نوكتورنال دي ساتوريشن. نوكتورنال دي ساتوريشن. طيب احنا هندي بس كده، يعني هنعرف بس تعريفات سريعه عشان نبقى فاهمين واحنا بنتكلم ايه السليب هايبوفنتيليشن سندروم. دي هايبوفنتيليشن ديس اوردرز انفولف الابنورمالي سلو بريسنج دورنج سليب. بتؤدي السليبنج سلوينج ده البريسنج السلوينج يعني دورنج سليب بيؤدي الى ايه؟ هايبوكسيميا اند هايبركابنيا. الهايبوكسيميا ممكن توصل للاكسجين لغايه 50% والكربون دايوكسيد يزيد لغايه 45 ملم مركري. طيب السنترال سليب ابنيا بقى ده ديس اوردرز ان ويتش البريسنج، معلش يا جماعه هو في حد بيشخبط على السكرين مش عارفه مين بقى، يعني بعد اذن حضراتكم يعني إذا disorders في شخبطة على السكرين هنا. يعني حد مش عارفة حد بينسى سكرين. طيب the central sleep apnea دي disorder in which the breathing repeatedly stops and starts during sleep. يعني في كده تبادل كده، يعني stop يشتغل stop يشتغل. طيب it occurs because the brain doesn't send proper signals to the muscles. يعني في مشكله عندي هنا في الدرايف تو بريس اللي هو جاي من الكيمو ريسبتورز اللي هي الريسبتورز الموجوده في الريسبيراتوري سنترز، تمام، resulting in insufficient او absent ventilation. طيب وبالتالي كل ده هيؤدي الى compromised gas exchange طبعا، ويؤدي في الاخر للهايبوكسيميا والهايبركابنيا. طيب الاوبستراكتيف سليب ابنيا طبعا دي يعني مهمه جدا، واكتر حاجه في التشايلد موست كومن ديو تو ادينوتنسيلر هايبرتروفي، تمام، ده موست كومن سليب ريليتد بريسنج ديس اوردرز. طيب بيحصل فيه ريكرنت ايبيسودز من كومبليت برضو او بارشل اوبستراكشن للابر اير واي. طيب بعد كده الكاين ستوب بريسنج ده بيحصل في حالات الهارت فيلير وحالات الاستروك، تمام. بيحصل ازاي بقى؟ ان بيبقى فيه ريكرنت سنترال ابنيا during sleep alternating with crescendo decrescendo او اللي احنا بنسميها waxing and waning button من التايدال فوليوم. ده شكله هو التايدال فوليوم اهوت، في rapid ventilation followed by central sleep apnea، وده بنسميه fine stop. بيحصل كتير اكتر حاجه في الهارت فيلر. طيب وبيحصل during non REM sleep في الستيج 1 و 2. طبعا ليه اشمعنا في التو ستيجز دول؟ عشان بيبقوا اندر كيميكال ميتابوليك كنترول. طيب السليب بريسنج ديس اوردرز في النيورو ماسكولار ديزيزز، تمام، بتبقى فريكوينتلي انكونترد في حالات كتير جدا، من اهمها طبعا الدوشين والشاركوت ماريتوس والمايتونيك ديستروفي وكونجنتال مايوباسيس. طيب البيشنت ويز نيورو ماسكولار ديس اوردرز مور سسبتبل دي ساتوريشن او هايبوكسيميا، بيحصل له دي ساتوريشن ديورنج سليب او ات نايت. دي ساتوريشن معناها ان الاكسجين ساتوريشن بيقل due to slowing the breathing، تمام، او هايبوكسيميا during the rapid eye movement sleep. طيب ده بيحصل نتيجه ليه بقى؟ عشان في حالات النيوروماسكولار ديسوردر دي بيبقى معاها فيسيولوجيك اتونيا، المصل بيبقى فيها ديكريست تون، تمام، خاصه الابر اير واي مصل والشيست وول، تمام. بعد كده بيحصل فيها سنترال سليب ابنيا، وممكن يحصل معاها اوبستراكتيف ابنيا، ولو حصلت ده بيبقى سودو سنترال ابنيا، تمام، لان السبب بيبقى مينلي اوبستراكشن. طيب المانيفستيشن بتاعه النيوروماسكولار دي بيبقى غالبا طبعا معاها اكسسيف ديوتو الهايبوكسيميا، يبقى معاها اكسسيف داي تايم سليبنس
بيبقى البيشن الشايلد ده معاه تايرنس، تعبان، فيلير تو ثرايف، ما بيقدرش، كومبلينتس اوف انسوميا طبعا بيبقى واضح جدا معاه، باد سليب كواليتي، المورنينج هيديك، التشينج في المود والاتنشن ديفيسيت معاه، والليرنينج طبعا ديفيكالتيز، ودي اكتر حاجه بتجيب الاطفال دول. طيب وده بيبقى كله طبعا نتيجه الهايبوكسيا. طيب في كومبليكيشن ممكن تحصل للحالات دي اللي هي البوليسيسيميا والهايبرتنشن، تمام، وممكن يوصل لغايه هارت فيلير. طيب انا عندي ده بوليسومنيجرام لحاله دوشين ديستروفي شين ماسكولر. انا عندي هنا في اوبستراكتيف سليب امنيا. طب عرفنا ازاي ان هي اوبستراكتيف؟ في هنا اللي هو الفلو في النيزل بريشر ترانسديوسر اهوت، هنا كده في سيسيشن للفلو بالرغم من ان الابدومينال والشيست وول ماسلز شغاله، فده السبب هنا ايه؟ اوبستراكشن طبعا نتيجه المصل ديكريز مصل تون، وحصل اوبستراكشن للاير واي. بعد كده السليب ديز سليب بريسنج ديس اوردرز في النيوروماسكولار ديزيزز ممكن نقسمها اكوردنج تو ذا السايت اوف ذا ليجن، بمعنى ان انا اخدها من اول الابر موتور نيورون اللي هو السريفرال، تمام، ممكن يبقى في حال زي حالات البرينيتال هايبوكسيك انكفالوباسي، حالات السريبرال بولسي، التروباتيك برين انجري. طيب النيوروماسكولار مانفستيشن هنا طبعا نفس اللي احنا قلناه قبل كده، ان هو في بور اير واي ماسل كنترول، ده عشان السباستيسيتي او الهايبوتونيا، تمام. انا عندي هنا في حالات السريبرال بولسي وممكن تيجي بسباستيك سي بي او اتونيك سي بي، فممكن يبقى معاه سباستيسيتي او اتونيا. في سيجرز في حالات التوماتيك برين انجري، البور نيوتريشنال ستيتس، الجاستروسوجيال ريفلوكس. طب التشيلدرن في الحاله دي بيبقى عنده في حالات الهايبوكسيك برين انجري بيبقى ريكواير اديشنال سيرجيكال بروسيدورز، تمام، ان احنا بنعمل له ادونوتنسيرفتمي، تمام، عشان نشيل الاوبستراكشن. طيب ممكن يحصل ريكارنت هايبرتروفي، فبنعمل ايه؟ انوال كيروتاج تاني للادينويد، او ان احنا بقى في الحالات السيفير بنعمل يوفي ولاتو فارينجيو بلس. طيب التراكيوسمي دي في الحالات برضو السيفير لقوا ان هي بتجيب نتائج كويسه جدا تو ريليف الاوبستراكشن. طيب ان اتيشن دلوقتي طبعا في حاجات ريسنت اللي هي النون انفيزيف فنتليشن، ده مهم جدا وبيحسن الحالات دي جدا. طيب عندي بعد كده خلصنا الابر موتور نيورون، ندخل بعد كده على مرحله السباينال كورد، وبنلاقي فيه ده بيدياتريك السباينال كورد انجري. طيب ده ديو تو تروما او نون تروماتيك كوز. نون تروماتيك كوز زي ايه؟ زي حالات الانفكشن طبعا، الروماتويد ارثرايتس دي بتبقى رير قوي، تمام، في حالات التيومرز بتاعت السباينال كورد، كل ده بيؤدي الى ديفكت في الريسبيريشن نتيجه انجري بقى اكوردنج تو ذا ليفل. لو الليفل عندي بتاع الانجري ده اباف سي 4 هنا بيبقى موست طبعا سيفير، لان هنا في افكشن لكل الريسبيراتوري ماسلز. طيب لو الانجري بتوين سي 4 اند تي 6 هنا بيبقى في بارشال فنتولاتوري بارشال فنتولاتوري اسيستنت بيجيب نتائج كويس. طيب بعد كده نشوف مرحله الموتور نيورون ديزيز بقى او السباينال ماسكولار اتروفي، طبعا بكل الستيج بتاعته هو دي اربعه ستيج طبعا اكوردنج تو ذا ايدج اوف ذا تشايلد، تمام. السليب ديس اوردرز كومن جدا مع كل المراحل دي، ونون انفيزيف فنتليشن طبعا اللي هو الباي ليفل بوست اير واي اللي هو البيباب كومبليتلي اليمينيت السليب ديس اوردرز مع السباينال ماسكولار اتروفي. طيب في حالات البريفرال نيرف بقى زي في حالات الشارلوت ماري توس بيبقى معاه سليب برضه بريسنج ديس اوردرز عشان الفرينك نيرف افكشن والفرنشال، ده طبعا الفرينك نيرف ده ليدنج تو ذا فراجماتيك ويكنس، وفرنشال نيوروباسي بيبقى معاه بيبقى سجستد. طيب الفرينك نيرف باراليسيس results from injury during birth أو حالات الكارديوثوراسيك سيرجي برضو بيؤدي إلى hypoventilation during sleep. طيب النيوروماسكولار جنكشن طبعا المايسينيا جريفيس، المايسينيا جريفيس الحقيقة هي أشهر مشهورة أكتر في الأدلت، إنما لو حصل بقى في congenital مايسينيا بقى في الشايلد أو الإنفانس أو كده يبقى معاها central and obstructive events خاصة في الريم ستيج. طيب الريسك فاكتور هنا للسليب ديس اوردرز الريستريكتيف لانج ديزيز والديفراجماتيك ويكنس. طب الفارماكوثيرابي بالانتي كولينسترز لقوا ان هو بيحسن السليب ديس اوردرز جدا يعني. طيب المسل ديزيز برضو على مستوى بقى مستوى المسلس في الدوشين وفي الميتونيك ديستروفي، دوشين اتكلمنا عنه،
بالنسبه للميتونيك ديستروفي الحقيقه ان السليب ديس اوردرز انكريسنج هنا بتوصل ل 34% من الحالات بيبقى معاها سنترال اوبستراكتيف ريسبيراتوري افكشن. الميتوكوندريال اولسو ديس اوردرز بقى كل انواعها اللي احنا عارفينها زي كيرنس سير زي ميتونيك ايبيليبسي وجيش دريت فايبرز والميلاس والميتوكوندريال انكيفالمايوباسي والزاكتيك اسيدوزس كل ده بيبقى ريبورتد سليب ديس اوردر سيبليسنج بيبقى معايا سنترال ابنيا وديورنج الريم ستيج. طيب ان بريف لو جينا نلخص كل اللي احنا قلناه ده في اكوردنج تو الاناتوميك في حالات الدوشين ماسكولار ديستروفي السليب المارس بتاعها اوبستراكتيف وهايبو فنتليشن. طب السباينال ماسكولار اتروفي في هايبو فنتليشن وابنيا وهايبوبنيا. طيب في حالات الميتونيك ديستروفي بقى في هايبو فنتليشن صحيح بس معاه اذر سليب ديس اوردرز زي البريودك ليمب موفمنت تبقى اسوشيتد والاكسسيف داي تايم سليبنس. البريفرال نيوروباثي في حالات الشاكوت ماري توس في هايبو فنتليشن وفي فريكوينت اراوسس. طيب السنترال نيرف سيستم مال فورميشن دي بيبقى برضه اسوشيتد وسليب ديس اوردرز بليسنج بيبقى زي في حالات مثلا ارنولد كياري مال فورميشن. كلنا عارفين ان احنا عندنا تو تايبس من الارنولد كياري عندنا تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده اللي هو بيبقى معاه داون وورد ديسبليسمنت للسيريبيلم في الفورم الماجنم وبيعمل كومبريشن على الابر فريم ستيم تمام سنترز طبعا. والتايب 2 اللي هي بتبقى اسوشيتد ويز سفينجومايليا. طيب المينجومايلو سيل تمام المينجومايلو سيل ده طبعا ده فيه سباينال ديفكت بيؤدي الى سليب بريسنج ديس اوردرز لو هو في الثوراسيك او الثوراكو لامبر ريجن تمام ولو هو اسوشيتد مع كياري تايب 2 ده بيؤدي الى بلانتد فنتلاتوري واراوزال ريسبونس معاه برضو ممكن يحصل سنترال هايبو فنتليشن سندروم وانكريز السنترال اوبستراكتيف ابني. طيب بعد كده برضو من ضمن المالفورميشن اللي موجوده اللي هو الجوبير سندروم. الجوبير سندروم ده طبعا من الهيرديتري اتاكسياس تمام بيبقى معاها سيريبيلر فيرنس هايبوبليزيا تمام وبيبقى معاها الانجيشن للسوبيريور سيريبيلر برانكس ودي بند للانتر برانكولار فوسه. طبعا لا كاركترستيك ايمج في الام ار اي كده اللي احنا بنسميها الايه المولر توس ابييرنس تمام المنظر ده ما ننساهوش ابدا اللي هو منظر الايه المولر توس ده ده على طول جوبيرت سندروم. طب ايه بقى الاسوشيشن معاه في السليب ديس اوردرز هنا في كاركترستيك ريسبيراتوري بانتنج اوف ابيسوديك تاكيبنيا. المصطلح ده مش هنلاقيه غير هنا مع جوبيرت سندروم اللي هو البانتنج اوف ابيسوديك تاكيبنيا اللي هو اليلهس يعني الابيسوديك تاكيبنيا سرعه النفس دي المريض بيلهس فيها اوكيرنج ديورنج اويك او ديورنج سليب فولود باي ابنيك ابيسود يعني اللهسه الجامده دي يجي بعديها ابنيا لاستنج حوالي 1 مينت بس الغريب بقى ان هي ما بيبقاش معاها براديكارديا ولا ساينوسس. بعد كده الاكوندروبليسيا ده هو فعلا مش نيورولوجيكال ديس اوردرز ولكن بيبقى معاه ساعات كومبريشن للسيرفايكال ميدالري بيبقى فيه سبلكسيشن وكومبريشن للسيرفايكال ميدالري جنكشن فمن الحته دي يعني قلنا ان هو ممكن يكون مايد او مودريت او سيفير واكوردنج تو الديجري بتاعته بيؤدي الى اوبستراكشن للسليب سنترز يعني بريسنج ويؤدي الى اوبستراكتيف سليب ابني. طيب حالات السيريبرال بولسي بيبقى معاها طبعا استراكشر برين ليجن في بيبقى سواء بقى اسوشيتد معاها هيدروكيفلس او اذر او برين اتروفي او كده. الاستراكشر برين ليجن ده في حالات السيريبرال بولسي دايركت او اندايركت يؤثر على السليب كواليتي الحقيقي. طيب الجنرال ويز سيريبرال بولسي هاير ريسك للسنترال سليب ابني اكتر منها اوبستراكتيف. طيب زي ما also يعني ممكن affection يعمل يكون معاه obstructive sleep apnea ليه بقى لان بيعمل ساعات معاه hypertrophy للadenocellular region يعني فبيعمل ان هنا obstruction او ان هنا في الميد فيس anatomy فيه بيبقى فيه defect تمام فيؤدي الى obstruction للairway. طيب في abnormality للأبر إيرواي تون يعني هايبوتونيا أو هايبرتونيا زي ما قلنا قبل كده في حالات السي بي دي سباستيك أو أتونيك. الميديكيشن أفكت أولسو الأبر إيرواي إيرفلو.
طيب السام بيشنت بيبقى معاهم طبعا ابنورمال اي اي جي اللي هم التشايلد والسي بي ويز كاركترستيك نون ريم سليب اند ريم سليب ولو انسيدنس او اكستريم بيزنس، يعني اي تشينج في الاي اي جي بيبقى اسوشيتد معاه. طيب في حالات الاي دي اتش دي بقى الديس اوردرز بليسنج هنا فيري كومن، تمام. الشيلدرن هنا تند تو هاف اوبستراكتيف هايبوبنيا ويز ريلاتيف او فيو كومبليت ابنيك ايفنت. طيب السيفير اوبستراكشن هنا كان امبيرد كوجنيشن طبعا، وده بيزود الاتنشن ديفيسيت بتاعهم. طيب وزي ما قلنا قبل كده معاه اسوشيشن جامد جدا قوي جدا اللي هو البريودك ليج موفمنتس، تمام. وبعد كده الفرانكي سيمبتومز طبعا الريستيك سندروم برضه بتبقى اسوشيتد معاها بقوه. طيب ندخل بعد كده على حالات الاوتستيك ديس اوردرز. الاوتيزم ده طبعا هو ديزيز كاركترايزد كوجنيتيف نيورو بيهيفيرال سوشياليزيشن كوميونيكيشن ديفيسيت. الطفل ده يعني معزول بكل المقاييس في كل حاجه. طيب الاسوشيشن هنا ما بين الاوتيزم والسليب بروبلمز مور ديفيكالتيز في الحقيقه بيضيف يعني عبء على الطفل نفسه في الديزيز بتاعه وفي بالنسبه للبيرنتس. طيب الاستادس ريفيلد ذات كرونيك انسوميا was more 10 times than the normal child. يعني هي دي مشكلته الانسوميا، طبعا ما بيقدرش ينام بسهوله والليتنس بتاعت السليبنس بتاعته بتبقى طويله جدا. طيب الطفل بتاع الاوتيزم ده بيبقى معاه ابنورمال بليت سيروتونين ليفل، ومعاه السيروتونين طبعا بريكرسن هنا بيبقى فيه ديفكت. ليه؟ لان الاستايل سيروتونين او سايد ترانسفيريز انزيم هنا بيبقى فيه ديفكت. طيب المانجمنت بتاع الاوتيزم هنا ايه؟ برايمري اوبتمايزنج السليب انفايرمنت وابروبريت سليب هايجين. السليب هايجين ده احنا سمعناه كتير جدا النهارده الحقيقه، يعني ميلي بيهيفير العيان ده ميلي بيهيفير. طيب السليب هايجين طبعا هنتكلم عنه دلوقتي حالا، اللي هو بيزكس اوف سليب هايجين ان تشيلدرن. اولا لازم مينتين ريجولر اند كونسيستنت سليب سكيدجول، يعني الطفل ده لازم يبقى ليه ميعاد ثابت للنوم، تمام. مسموح لي بثلث ساعه مجرد 20 مينت قبل او بعد الميعاد ده واوحد الميعاد. طيب افويد النابس اف بوسبل على قد ما نقدر طبعا، دونت ستاي ان بيد اويك مور ذان 5 تو 10 مينتس. طيب لو احتاجنا ان في مثلا حاجه يعني حاجه مهمه هضطر ان انا اقعد فيها في السرير اطول من كده، خلاص نغير المكان نقعد على التشير مثلا، ومجرد ما ندخل في السليب نرجع تاني. طيب يعني بمعنى اخر ان ذا بيد از ذا سايت فور سليبنج. طيب have a relaxing bedtime routine طبعا كل واحد على حسب الهابس بتاعته طبعا، في يعني في مثلا silent music مثلا، في حد مثلا لازم hot drink على حسب ال relaxing technique اللي هو متعود عليه. بعد كده the child should sleep in the same sleeping environment every night in the room. الروم بيبقى فيها conditioner ال quiet and dark without TV or mobile او اي حاجه تعمل dissociation للتشايلد. طيب حاجه مهمه جدا ايه الفود اللي يعني مهم في to help sleep better. عندنا معظم الفودز دي طبعا هي حاجات كتير جدا يعني، بس كلها بتشترك ان فيها يا اما فيها نسبه ميلاتونين عاليه، ودي زي التشيري الكريس بيبقى فيه نسبة ميلاتونين عالية جدا. الميلك ده والأزر تشيز ده فيه طبعا الكالسيوم والمغنيسيوم برضو ده بيحسن الابزوربشن. طيب في الأزرز يعني أزرز كل الفودز دي طبعا بتشترك ان هي بتحسن الدوبامينرجيك السيروتونين والدوبامين والتيروزين نيورو ترانسميترز يعني. طيب نرجع تاني ايه هي بقيه النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز بتاعتنا، من ضمنها الريت سندروم. الريت سندروم ده بيبقى في موست كومن سكند كومن كوز للمنتال ريتارديشن في الفيميل غالبا، يعني هو افكت الفيميل بس نوت افكت الميل. الطفله بتبقى نورمال ديفلوبت بعد كده بيحصل لها ريجريشن. في منه أربعة ستيجز تمام، والسيمتومز بتاعته طبعا بيبقى معاها سنترال في حاجات ابراكسيا، وفي من ضمنها المنتال طبعا كوجنيتيف ريتارديشن كوجنيتيف افكشن. طيب 80% من الاطفال دول بيبقى معاهم سليب ايشوز
تمام. الابنورمالتيز بيبقى معاها سليب افشنسي، لونج سليب ليتنسي. طيب الثيرابيوتيك ترايلز للميلاتونين هنا جاب نتائج كويسه الحقيقه. في ناس جربت الميلتريزون ولكن لقوا ان هو بيأثر على الماسل ويكنس بتاعت التشيلدرن. طيب والبروموكريبتين برضو از امبورتنت ان ذا تريتمنت اوف ريت سيندروم. طيب بعد كده عندنا في حالات التوريت سيندروم، دي طبعا التوريت سيندروم دي اللي هي التكس بيبقى معاها موتور وفويس تكس، تمام. بتبقى نيورو ديفلوبمنتال برضه معاها نيورو ديفلوبمنتال ديفيشن. السليب ديس اوردرز الموجوده مع التوريت سيندروم ممكن نلاقي معاها اوستراكتيف سليب ابنيا، باراسومنيا، اكسسيف داي تايم سليبنس، انسوميا، يعني معاها كل معظم السليب ديس اوردرز يعني. طيب بالنسبه للداون سيندروم بقى الاوبستراكتيف ابنيا طبعا ده موست كومن ديس اوردرز اللي موجود مع في حالات الداون، وممكن يبقى في سنترال ابنيا برضو في لو هو عندهم نورمال اير واي يبقى السنترال هو الافكتد. طيب في يوبلوبلات وفارنجيوبلاستي هنا مهم جدا في التريتمنت بتاع الداون سيندروم. طيب اخر حاجه البرادر فيلي سيندروم ده بيبقى تريات كده من اوبستي هايبرفاجيا ديفلوبمنتال ديلي. البرادر فيلي سيندروم ده جينيتيك ديس اوردر سواء باترنالي انهيرتد، تمام. لو هو سبحان الله يعني ده فيه خاصيه عجيبه جدا ان هو لو ماترنالي انهيرتد بيديني الانجلمان سيندروم، تمام، نفس الاعراض دي بس يسموها لو بس هو ماترنالي انهيرتد. طيب هنا مشكلته هنا الاوبيزيتي طبعا تعمل ايه؟ اوستراكشن. طيب في الانسفشنت بقى سليب سيندروم دي الحقيقه هي موست كومن، انا خليتها للاخر لان هي ده موست كومن كوز اوف سليب ديس اوردرز ان تشايلد. انسفشنت سليب، الطفل ما بينامش كويس فيحصل له بقى الارتابيليتي والاجريشن والليرنينج ديسابيليتي ده ديورنج ذا داي. ف ده بيبقى نتيجه بس مجرد ان هو ما نامش كويس، ما خدش كفايته يعني السايكلز كامله يعني. طيب هاو تو ايفالويت السليب ديس اوردرز في البيدياتريكس، طبعا مهم جدا ان انا ابقى واخده كومبليت ميديكال هيستوري كيرفولي، وبعد كده بنشوف الكرنت سليب باترن بتاعه، نشوف كويس الافيكاسي بتاعته، الديوريشن، الهابتس، النوكتورنال سيمبتومز اللي كانت حصلت معاه. بعد كده بنعمل البولسيمنوجرافي اللي هو بيشخص طبعا حالات كتير جدا زي ما شفنا قبل كده. طيب ايه الثيرابيوتيك ابروتش للسليب ديستربنس في التشيلدرن؟ طبعا البيهيفيرال تريتمنت طبعا زي ما اتفقنا اللي هو السليب هايجين. في بقى الفارماكولوجيكال ثيرابي دي طبعا في حالات الانسوميا بتحسن الانسوميا، ومن اهمها طبعا الايه الميلاتونين، الكولونيدين، الجبابنتين، الكورنازيبان. الجدول ده مجمع الحقيقه كل الادويه اللي ممكن نستخدمها في الاطفال بالدوز بتاعتها. طيب هنا هنعمل بس ريفريشمنت كده بكيس. هو حضرتك سامعني؟ الو شيماء؟ طبعا. طيب ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. إيه معانا كيس كده هنشوف كده مدى الاستيعاب ان شاء الله اللي قلناه. عندنا 11 year old Alan ده has had problem at school for at least 18 months. He has severe problems with inattention وinability to concentrate. طيب هو اتشخص ان هو عنده ADHD ده من 10 شهور. His family يعني بالدكتور، his family بالدكتور. طيب التريتمنت بقى اللي هو مشي على الميثايلفينيديت حوالي 10 مللي جرام ات بريكفاست اند لانش، مفيش اي تحسن زود امبروفمنت. طيب ستيل اكسبيرينس ديستربتيف نيد، يعني الولد ده مشكلته ان هو عنده نيد تو موف، ما بيقعدش كتير، ان ايبل تو ستي سيتد ديورنج دينر حتى ويز هيز فاميلي. طيب البروبلم از وورس ات ذا اند اوف ذا داي. طيب He is often not rested the next morning. يعني ما بيحسنش، وبعد كده الحاله بتسوء. الام طبعا his mother asked medical advice for her child. طيب احنا هنا ممكن ندي بوز كده الناس تفكر، ولا خلاص هو الحل ان شاء الله معروف بسرعه؟ هو الحل بتاع الحاله دي طبعا ان هي restless leg syndrome. طبعا الاسوشيشن القوي مع ال ADHD بتاعها، وطبعا البيشنت كانت ستاي فور ا لونج تايم، عنده ارج تو موف، وخاصه ات ذا اند اوف ذا داي، تمام. هو ده يعني واخد ثلاثه اهو من الكاراتيه بتاعت الريستريكت سندروم. البيشنت ده الحقيقه خد بدا ياخد التريتمنت اللي هو دومينرج تريتمنت انت فاكوسيان دراكس، وتحسن جدا وذ رابيد امبروفمنت. بس حاجه مهمه ان هو وقف علاج الانتي دي الاي دي اتش دي، تمام، لان هو استيموليت واكسسيفيت الموفمنت.
طيب اخيرا هو لسه اخيرا يعني ان شاء الله. شيماء معلش فضيفة. انت قلتي في الكيس ان هو كان متشخص ان هو عنده اتنشن ديفيسيت. اه يا فندم. بس انت قلتي ان كان فيه الحركه اكتر في رجله يعني. ايه هو ما حددش والله يا فندم الحركه اكتر فين، بس هو موف يعني ما كانش بيحب سيتنج فور ا لونج تايم. هو الطفل ده مشكله بالظبط يعني خاصه في الدينر، وخاصه ان هي الام حددت ان ده ات ذا اند اوف ذا دي بتبقى عنده المشكله دي اكتر. تمام. اه اكتر ات ذا اند اوف ذا دي مش كل الوقت. صح اتفضلي. بالظبط يا فندم. دلوقتي احنا مش هطول على حضراتكم طبعا، انا عارفه ان المحاضره كانت طويله، بس هنقول بس يعني كلمتين سريعا كده عن الكوفيد 19 مننا في الايرا بتاعه الكوفيد يعني. طيب احنا عايزين نعرف ايه الايفكت اوف كوفيد 19 على السليب. في اولا مش كل حاجه نيجاتيف او نيجاتيف في افكت، في بوزيتيف افكت. اللوك داون ده عمل ايه؟ عمل قلل الميس ماتش بين السوشيال والبيولوجيكال سليب ويك تايمينج، بمعنى الناس عندها وقت اطول ان هي تقعد في البيت، ان هي تشتغل وركينج ات ذا هوم. تمام. فبدات ان هي ترتب وقتها، ترتب السيركاديان ريزم بتاعها. تمام. الانكريز هنا برضو السكند بوزيتيف نوت بتاعتنا، ان انكريز في السليب ديوريشن اند ريجولاريتي. تمام. هتطول يعني خلاص الناس بقت تاخد راحتها في النوم اطول، بقت يعني تاخد السايكل بتاعتها كامله اند ريجولاريتي بقى ريجولار سليب. طيب ايه بقى النيجاتيف نوتس اللي احنا لقيناها من كوفيد 19 على السليب؟ الحقيقه لقينا طبعا حالات الانسومنيا كتير جدا ديو تو الاريتابيلتي والانزايتي. طيب في نايت تيرورز كتيره عاليه، في بانيك ابيسودز كتيره جدا، الدبريشن برضو واضح، لدرجة ان السوسايدال تندنسي زادت في الفترة اللي فاتت في اخر 6 شهور، السوسايدال تندنسي عالية جدا لوسط اسباب. طيب ايه اللي تشالنج تو سليب دورينج البانديميك؟ ايه يعني ايه مشكلتنا في دورينج البانديميك دي؟ اولا ديسربشن الديلي لايف، يعني انا كنت متعود على حاجة معينة اللي حصل لها ديسربشن فبدأ يبقى عندي مشكلة. طيب الانكزايتي اند وري، الدبريشن والايزوليشن برضو، الجريتر فاميلي اند ورك ستريس، انا خايف على نفسي وعلى اولادي وعلى اسرتي ومش عارف انا احنا رايحين فين. طيب اكسس سكرين تايم، بقينا نقعد كتير جدا قدام اللاب والتلفزيون والموبايل، ده كله طبعا بيأثر وبيعمل يعني ستيميليشن، بيقلل السليب كواليتي. طيب والستريس ريليتد فاتيج. طيب اخيرا ايه هي الجايد لاين تو سليب ويل ديورنج ذا كوفيد؟ هي معظمها طبعا قلناها في السليب هايجين، هي 10 تيبس كده عملتها الورلد سليب سوسايتي وقلناها قبل كده في السليب هايجين زي ما ساعه ما كنا بنجاوب الايه الاوتستيك ديس اوردرز. طيب في هنا مقوله دلوقتي بدا يقولوها اللي هي if you can't sleep don't try to force it, good sleepers but no effort into sleep what's over. بمعنى اذا لم تستطع النوم فلا تحاول اجباره، فالنائم الجيد لا يبذل اي جهد في النوم على الاطلاق. Thank you. طبعا يا شيماء يعني مش عايزه اقول لك احنا مستمتعين جدا، ما كناش عايزين تخلصي. انا كان حكي دكتور ايمان شكرا جدا بجد بجد، يعني جهد مبذول ورائع وطريقه القاء بسيطه وجميله ولففتينا في كل حاجه. واحسن حاجه انا عجباني في القصه دي انت في اول ربع ساعه يعني رجعتي شويه الحاجات اللي احنا كلنا قلناها امبارح، ودي برضو للتذكره للناس اللي هي يعني ايه ما كانتش مثلا سامعه او مش حاضره. تاني جزء من المحاضرة بتاعتك قعدت تتكلم على حاجات كلينيكال كلنا بنشوفها في العيادة، وفرقتي ما بين البروكسيزم في الأطفال اللي كل الناس بتقولك عليه إبليبسي ويقعدوا يعملوا إي جي قبل ما يسمعوا ويناقشوا، اتكلمتي على البريودك ليمب موفمنت بشكل كويس قوي، وفرقت بينه وبين الستريس ليك وبين البريودك ليمب موفمنت والستيريوتايب. كل دي حاجات كلينيكال، واهم حاجه انت قلتيها الناس دي اصلا لما بتروح على اي عند اي دكاتره اول حاجه بيرزعوها انتي سايكوتيك وانتي ديبريسنت. بالظبط يا فندم. طبعا انت اكدتي بجداره ان لا يا جماعه ده بالعكس، ده حد الناس اللي ماشيه على الحاجات دي ده المفروض توقفها وتعمل تاني لي ارينجمنت للدياجنوز بتاعها وتبدا تدي الادجستمنت تريتمنت بتاعها. فدي حاجات كلها فعلا احنا بنشوفها كل يوم في العيادات. بعد كده دخلتي على كل ديزيز بالراحه كده وقلت لنا يعني السليب بيعمل فيه ايه، وجبت لنا جداول التريتمنت، وكمان ما نسيتيش ان انت تتكلمي على السليب في الكوفيد 19 والهايجين. فطبعا يعني انا بشكرك جدا 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 يا شيماء، واتمنى ليكي مزيد من التفوق ان شاء الله، ودي برده مش حاجه غريبه عليكي، ان شاء الله في المرات اللي جايه نكون احسن واحسن. ان شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا يا شيماء. الف شكر. شكرا يا فندم. طيب دلوقتي احنا معانا طبعا الدكتوره ايمان الحمراوي. الدكتوره ايمان الحمراوي خير الختام للقاء يومين. ايمان طبعا من الناس اللي هي الشاطره جدا جدا عندنا. احنا ما شاء الله ما عندناش حد مش شاطر. احنا اسمنا كله لقالق كده من الكبير للصغير، وكل واحد بيتميز بصفه معينه، وكل واحد بيحب حاجه معينه بيبدع فيها. وان شاء الله خير الختام ومسكه مع الدكتوره ايمان الحمراوي. هتكلمنا على السنترال هايبرسومنيا. اتفضلي يا دكتوره ايمان. السلام عليكم. ازي حضراتكم جميعا؟ ازي حضرتك دكتوره ايمان؟ حقيقه بشكر حضرتك جدا على ان حضرتك اديتيني الفرصه ان انا اشارك الويبينار بتاع اسمنا، وبشكر كل اساتذتي الموجودين، وان شاء الله يعني تكون محاضره خفيفه وظريفه كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهارده هنتكلم على السنترال هايبرسومنيا. الاجنده بتاعتنا النهارده هنتكلم على التايبس اوف سنترال هايبرسومنيا، هنتكلم على النركوليبسي والتايبس بتاعته، هنتكلم عن الايديوباثيك هايبرسومنيا والكلاين ليفن سيندروم. اول حاجه الديفينيشن بتاع السنترال هايبرسومنيا هي عباره عن ايه؟ عباره عن جروب من ديزيزز مانيفيستد باي اكسسيف داي تايم سليبنس not caused by disturbed nocturnal sleep او mis alignment في circadian rhythm. سببها بيكون intrinsic CNS abnormalities في control of sleep wake cycles. طب ايه انواع central hypersomnia دي؟ في عندي نوعين، في primary type والsecondary type. primary type دوت ده بيشتمل على narcolepsy، وده نوعين اللي هو narcolepsy type 1 والnarcolepsy type 2. وفي عندي idiopathic hypersomnia وفي Klein Levin syndrome. طب secondary hypersomnia من اسمها كده secondary، هتبقى secondary لحاجه ثانيه. حاجه ثانيه دي ممكن تكون medical condition خلاص، زي مثلا اي حد مثلا عنده endocrinal diseases، عنده other CNS disease مثلا neurodegenerative whatever، خلاص ممكن تكون نتيجه لميديكيشنز او substance. ممكن تكون secondary insufficient sleep syndrome، العين اصلا ما بينامش بالليل بس voluntary، فبالتالي بيبقى عنده excessive daytime sleepiness. ممكن تكون secondary psychiatric disorder. أول حاجة نتكلم عنها النهاردة في primary hypersomnia هي narcolepsy. narcolepsy دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن chronic neurologic disorder بيأفكت البرين ability إن هو يريجوليت الـ sleep wake cycles. بيكاركترايز باي إيه؟ daytime sudden attacks of sleep. دي يمكن كلمة السر فيه، هي sudden attacks of sleep. النركوليبسي دوت في المانيفستيشن بتاعته ممكن يكون اسوشيتد معاه sudden loss of muscle tone، ودي بنسميها كاتابليكسي. ولو بقى فيه اللي هو الكاتابليكسي ده احنا هنسميه نركوليبسي تايب 1، ولو ما كانتش موجوده هنسمي النركوليبسي دوت نركوليبسي تايب 2. طب ايه هو الهيستوري بتاع النركوليبسي؟ النركوليبسي اصلا دي يعني كلمه اغريقيه قديمه عباره عن جزئين، النركو والليبسي. حرفيا كده معناها فيت اوف ستيوبر، هي من كتر ما هي بتيجي في اتاكس. اول حد اتكلم عنها كان فرنش فيزيشن اسمه جيلينو، ده في القرن ال 19. هو ده اول ما اتكلم عن حاجه واحده بس في النركوليبسي، وهي الاكسسيف داي تايم سليبنس. خلاص بعد كده جه الصوت قطع يا ايمان شويه من عندك. يا دكتوره ايمان. طيب نظبط لها يا جماعه الصوت لو سمحتوا. هي المشكله تقريبا عندها في الكونكشن يا دكتور. تمام، انت سامعانا ايمان كده؟ انا سامع حضرتك يا دكتور، سامع حضرتك كويس جدا. طب حاولي تاني. اتفضلي. طب اتفضلي كملي يا ايمان. بعد كده دانييلز في 1934 دوت اول حد وصف لي الكلاسيك تترود بتاع النركوليبس اللي احنا عارفينه لغايه النهارده. هما ايه بقى؟ سليبنس، الكاتابليكسي، سليب باراليسيز، والهيبناجوجيك هالوسينيشن. خلاص بعد كده بقى جه اللي هو فوجل دوت في الفولوينج ديكيد، فسر لنا كمان علاقه النركوليبسي بالسليب اونست ريم، يعني الديستربنس في الفيسيولوجي بتاع الريم سليب وعلاقته بالنركوليبس. النركوليبسي البريفلنس بتاعته الحقيقه هي مش كتير، هي يعني 50 لكل 100,000، وفي النركوليبسي تايب 2 من 20 ل 35 لكل 100,000. الانسيدنس بتاعته هايست في الليت تينز للايرلي توينز، وهو اكتر في الفيميل عن الميل ب 50%. طيب السيمتوماتولوجي بتاعته هنتكلم عنها النهارده. اول حاجه في السيمتوماتولوجي
إيمان الصوت قطع من عندك برضو يا إيمان. إيمان الليرنينج اويكننج بتاعه بيبقى سهل مش ديفيكولت خلاص ده كده بالنسبه للدكتور نفسي بتاع العيان. طيب الدي تايم بقى بتاعه اخباره ايه؟ الدي تايم العيان بقول لك يا دكتوره اسراء انت بتحسي برضو ان الصوت بتاع الدكتوره ايمان بيقطع؟ اه يا دكتور هو بيقطع عندنا كلنا. بيقطع عندنا كلنا. طيب بصي يا دكتوره ايمان. ايوه دكتورة ايمان ايوه ممكن بس تتاكدي شيء. ممكن بس تتاكدي من الوصلات لو انت مثلا حاطه سماعه تتكي عليها لجوه شويه وتشوفي الاعدادات بتاعه الصوت قدامك لان انت وانت بتسترسلي في الكلام بيقطع ساعات مثلا كام جمله وبعدين ترجعي تاني. طيب. احنا كلنا احنا سامعين نفس الحكايه يعني. طيب اوكي طب الدنيا طيب وقفت من اول فين يا دكتور؟ هقول لك على حاجة انت السلايد اخر واحدة هاتيها من الاول بس. انا سمعاكي بس. ايوة تمام اتفضلي يا امان. اه اتفضلي. اه كويس جدا. طيب اتكلمنا على السيمتوماتولوجي بتاع العيان. في صدى صوت؟ اه في صدى صوت يا امان. دكتوره ايمان هو لو حضرتك فاتحه الميتنج يعني من كذا مكان ممكن تقفلي الصوت في مكان واحد لان هو في الغالب في صدى عشان كده. دي فاتحه من الموبايل واللاب يا امان الاثنين؟ واللاب يا امان. لا في تصفير كده جامد قوي يا امان وهوا. انت لو فاتحه من حاجتين زي ما دكتوره اسراء بتقول لك اقفلي حاجه بس منه. اقفلي حاجه. انا كده قفلت. انت قفلتي على الصوره يا امان بس انت الصوت. طب قولي كده حاولي تاني يا امان كده. حاولي تاني اتفضلي. حضرتك كده سامعاني؟ اه انا سامعاكي اتفضلي. تمام هنتكلم على السيمتوماتولوجي اوف ناركوليبسي. اول حاجه في السيمتوماتولوجي عندي الاكسسيف داي تايم سليبنس. علشان يعني اوصف عيان الناركوليبسي السليبنس بتاعه اخباره ايه لازم الاول اتكلم على النوكتورنال سليب بتاعه. النوكتورنال سليب بتاع العيان يعتبر كديوريشن ويز نورمال خلاص. بيبقى ريفريشنج للعيان، عيان بيصحى الصبح فايق مفيش مشكله في صحيانه ابدا خلاص. ده بالنسبه للنوكتورنال سليب بتاعه. طيب الدي تايم بقى سليب معاه اخباره ايه؟ بيبقى فيه اكسسيف داي تايم سليبنس وده بيبقى اول يعني سيمبتومز العيان بيوصف. العيان بتاعي بيدخل في سليب وزاوت وورنينج. ممكن يدخل في اي سيتويشنز العيان ايا كان اي تايم ممكن العيان يدخل فيه بقى. بيدخل في سليب اتاكس بتبقى عباره عن سليب نابس ديوريشن بتاعتها بتبقى من دقايق لحوالي نص ساعه. العيان بيفوق منها بيبقى فايق كويس جدا. الديوريشن دي مع انها قصيره بس العيان ممكن يحلم فيها ويحلم احلام طويله ويبقى متذكرها كويس جدا. الصوت قطع تاني يا إيمان. أيوة يا فندم. الصوت قطع تاني. لو؟ أيوة يا إيمان اتفضلي. كده كويس؟ كده كويس. تاني حاجة في السيمتوماتولوجي اللي هو صدى اللوس أوف ماسل تون اللي إحنا بنسميها الكاتابلكسي ودي الحقيقة إحنا بنشوفها في الناركوليبسي تايب 1 بس. الكونديشن دي بتيجي مع العيان مانيفستيشن فاريبل. ممكن تكون حاجه فيري سطل العيان يجي لي بس جاست ديس ارثريا وممكن تكون جنرالايزد او حاجه مانيفستد قوي لدرجه ان العيان ممكن يقع منها. الكاتابليكسي او اللوس في المسل تون دوت يوجوالي بيبقى فيه تريجر والتريجر بتاعه يوجوالي بيبقى بوزيتيف ايموشنز زي ان العيان يبقى يفرح قوي يضحك قوي او يبقى سربرايزد قوي او يبقى اكزايتد. هاويفر ممكن يجي برده مع الايه مع النيجاتيف ايموشنز لكن دوت ما هوش يعني مش المشهور. المشهور اكتر او الاشهر ان هو يجي مع البوزيتيف ايموشنز.
مثال العيان ممكن يبقى بيتكلم وفجأة يضحك فتلاقي العيان وقع منك أو تلاقي العيان ريليس بابل. تمام؟ طيب الكاتابليكسي الأتاك دي ممكن تكون تيبيكال، وده شكل التيبيكال كاتابليكسي أتاك. لازم يكون فيها كلير بوزيتيف ايموشنال تريجر زي اللافر أو تيلينج جوك أو سربرايز. الأتاك بتاعت لازم تكون فريكوينت أتاك، يعني العيان ممكن يجيله كذا مرة في اليوم أو ممكن يجيله كذا مرة في الأسبوع. الديوريشن بتاعتها بتكون بريف، بتبقى ثواني من اللي توصل لغايه دقيقه او دقيقتين بالكثير قوي. الكونشس ليفل بتاع العيان بتاعي بيبقى بريزرفد. شكلها بتبقى جنرالايز او سيجمنت. طيب ممكن تيجي الاتاك وتبقى تيبيكال، وساعتها الحقيقه هحتاج مني ان انا ابذل مجهود اكتر في ان انا اخد هيستوري كويس من العيان علشان افرقها من حاجات ثانيه. طيب ايه هي بقى الاتيبيكال اتاك دي؟ تكون في راريتي اوف الاتاك، يعني الاتاك تيجي له مره في السنه مثلا، مش بتريكارنت على الرغم ان العيان اصلا ما بياخدش علاج. الديوريشن بتاعتها برولونجد اكتر من دقيقتين، بيبقى فيها التريشن في الكونشسنس بتاعت العيان، تيجي يونيلاترال او اسيمتريك لوكاليزيشن افكت مثلا الابر ليمب مثلا وزاويه اللور ليمب. ما يكونش في اسوشيشن بينها وبين التريجرز اللي احنا اتكلمنا عليها قد ايه هي مهمه، او تيجي اكتر مع النيجاتيف ايموشنز لكن ما تجيش مع البوزيتيف. يبقى فيه برودرومال سيمبتومز اسوشيتد مع الكاتابليكسي دي، زي مثلا العيان يبقى فيه ديزنس او تينيتس او فيرتيجو او فيه تنجلينج سنسيشن. كل الحاجات دي كلها تقول ان دي اتيبيكال اتاك وتحتاج مني ان انا ايه اعمل كونفرميشن هل دي فعلا كاتابليكسي ولا حاجه ثانيه مثلا ديفرنشال دايجنوزز ثاني يكون فيتس او وات ايفر. ثالث سيمبتوماتولوجي عندي السليب باراليسيس. السليب باراليسيس الحقيقه من الحاجات اللي بتعتبر مرعبه، في ناس كتيرة يعني اكسبيرينس للسليب باراليسيس من غير ما يبقوا ناركوليبسي ولا حاجة. بالظبط بتبقى زي الصورة اللي أنا حطاها دي، العيان بتاعي بيبقى متربط، العيان بتاعي مش قادر يتحرك، العيان بتاعي مش قادر يتكلم. القصة دي بتبقى بريف قوي، بتاخد برضه ثواني لدقايق. السليب باراليسيس دوت بيبقى شبه الباراليسيس اللي بيحصل في الريم سليب، وده يمكن يعني هو بيحصل أصلا نتيجة ابنورماليتي في الفسيولوجي بتاع الريم سليب. زي ما قلنا ان ممكن ناس كتيره اكسبيرينس السليب باراليسيس دوت من غير ما يبقوا ناركوليبتيك. علشان بقى الرعب يكتمل بيبقى معايا كمان هالوسينيشنز. الهالوسينيشنز دي ممكن تحصل في بدايه النوم وساعتها هسميها الهيبنوجوجيك هالوسينيشنز، او تحصل والعيان بيصحى من النوم وساعتها هنسميها الهيبنوجوجيك هالوسينيشنز. الهالوسينيشنز دي ممكن تكون تكتايل، ممكن تكون فيجوال هالوسينيشن، ممكن تكون اوديتوري هالوسينيشنز. ممكن العيان مثلا يقول لك لا انا بشوف حد في الاوضه معايا، لا في حد بيلمسني، حد بيكلمني، كل الحاجات دي كلها متوسطه، وهي برضو بتبقى بريف وبتبقى فرايتنينج للعيان وبتبقى اسوشيتد مع السليب باراليسيس. طيب بعد ما اتكلمنا على السيمبتوماتولوجي بتاعه قلنا التتراد بتاعنا اللي هو اساسي ديفاين كاتابليكسي وسليب باراليسيس والهالوسينيشنز، هتكلم على الايتيولوجي بتاع النركوليبسي. النركوليبسي تايب 1 ده ليه معروف ليه ايتيولوجي وديفينيت. طب ايه هو السبب دوت؟ السبب بيقول ان تقريبا كل النيورونز اللي بتكونتين الهايبوكريتين او الاوركسين اللي موجوده في اللاترال هايبوثالاموس بيحصل لها لص. طب سبب اللص دوت بيحصل ليه؟ لا دي بقى مش معروفه، دي فيها سيوريز او فيها هايبوسيس كده، بس قالوا ان هي غالبا نتيجه اوتو اميون بروسيس، ان بيجي في انتي بودز بعد العيان ما بيتعرض مثلا لباثوجين معين او اي تريجر معين يعمل اكتيفيشن للاميون سيستم بريفرالي ويدخل في السي ان اس يهاجم الهايبوكريتين كونتيننج اي سيلز. طيب كان في تريجر فاكتورز للنركوليبسي تايب 1، ايه هي التريجر فاكتورز دي؟ زي اغلبيه الحاجات اللي عندنا خصوصا اللي بتبقى ليها علاقه بالاوتو اميون، اول حاجه جينيتك ريسك فاكتورز. في جين عندي اسمه الهالاليكوسيتيك انتيجين دي كيو بي 1 دوت، ده لقوه موجود تقريبا في حوالي 98% من النركوليبتيك بيشنز. لقوا نفس الجين ده برضه اسوشيتد مع اللوس اوف الهايبوكريتين. لقوا كمان الناس اللي عندهم الجين دوت عندهم هاي سستابيليتي ان يحصل اميون اتاك للهايبوكريتين نيورونز ويسبب لي السيلدس. تاني تريجر فاكتور هو الانفكشن. لقوا ان في يعني كتير من الريبورتد كيسز حصلت من الناركوليبسي حصلت بعد البانديميك اوف الاتش 1 ان 1 انفلونزا انفكشن. لقوا كمان ان في هاي انتي بودي من اجينست الستريبتوكوكال انفكشن موجوده مع الانست بتاعت الناركوليبسي 5-1. وننساش طبعا الانفايرومنتال تريجر فاكتورز، لقوا ان هو بيبقى موجود اكتر سيزونال، بيبقى موجود اكتر في السبرينج والايرلي سمر، بيبقى زايد قوي الناركوليبسي في العيانين اللي موجودين في شهر مارس ويسموها المارش بيرس افكت. طيب الناركوليبسي تايب 2،
الحقيقه ما لقوش سبب معروف، بس قالوا هو في الغالب اكيد برضه زي الناركوليبسي تايب 1 ان انا عندي الهايبوبروتين حصل له لص، بس للسبير عن الايه؟ عن الناركوليبسي تايب 1. طيب كانوا بيستشهدوا بايه في القصه دي؟ ان هم لقوا العيانين اللي بيتشخصوا الناركوليبسي تايب 2 مع الوقت بيديفلوب مثلا كاتابليكسي او بيديفلوب الهايبوبروتين بتاعهم بيقلوا وبيتحولوا من ناركوليبسي تايب 2 لتايب 1، لكن السبب بتاعه ايه؟ لكن ديفينتلي هم مش محسوب. طيب احنا عمالين نتكلم عن هايبوبروتين الاوروكسين، هو ايه بقى الهايبوبروتين ده او الاوروكسين دوت؟ ده عباره عن نيوروبيبتايدز موجوده مالي في الاوروكسين كونتيننج نيورونز في اللاترال هايبوثالامس. هي بتتكون في اللاترال هايبوثالامس، لكن بعد كده بيحصل لها ريليز ببروجكشنز لكل السي ان اس من اول الكورتكس لغايه السباينال كورد. طيب وظيفته ايه الاوركسين دوت؟ الاوركسين في الحقيقه ليه وظائف كتير جدا وانتجريتد في فانكشنز كتيره جدا، اهمها النهارده ان هو بيبروموت الاراوزر وبيسبريس الريم سليب. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيعمل ستيموليشن للاماكن او النيوكليوي المسؤوله عن اللي هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم والويكفولنس زي البيزل فور برين والتيوبرو ماميلاري نيوكليوس والبيري اكوداكتال جراي والدورسال ريفي نيوكليوس واللوكاس سيريوس. تمام؟ كمان لقوا له دور ان هو بيريجوليت الريورد بروسيسنج وبيريجوليت الفيدنج والميتابوليزم، حتى لقوا ان العيانين اللي عندهم ناركوليبسي بيكونوا اوبيز. وبيريجوليت كمان الاوتونوميك تون، لقوا عيانين ناركوليبسي برضه ممكن نلاقي عندهم الاوتونوميك سيستم افكشن او مثلا يبقى في امبوتنس او يعني ديس اوردرز اسوشيتد اوتونوميك سيستم. طب ايه الباثوفيسيولوجي بتاع الناركوليبسي تايب 1؟ during wakefulness الاوركسين containing neurons في lateral hypothalamus بتزود لي الاكتيفيتي of nuclei of a reticular activating system. طب لما reticular activating system دي هيحصل لها الاكتيفيتي بتاعتها هتزيد، هيحصل ايه؟ هيحصل لي ريليز للي هو البروموتنج بروموتنج نيورو ترانسميترز اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الدوبامين نور ابنفرين والسيروتونين والهيستامين، ودول كمان بيعملوا لي انهبيشن للريم سليب. كمان الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بينهبت سليب بروموتنج فينترولاترال بري اوبتيك اريا وبيسبريسنج الجابه، وبالتالي بيزود لي الاكتيفيتي اوف الموتور نيورونز ويزود لي الماسل تون. كمان الهايتند ايموشن بينكريز الاكتيفيتي في الاميجدالا وسبسيكونتلي بيزود لي الاوركسين كونتيننج نيورونز وبيبروموت الاراوزر وبيسبريس الريم سليب. ديورنج الريم سليب النورمال ريم سليب الاوركسين بتاعي بيقل، فبالتالي بيقل ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اكتيفيتي وبيبروموت السليب والاتونيا. طب في الناركوليبسي بقى ايه اللي هيحصل؟ الناركوليبسي انا عندي الاوركسين بتاعي قليل، فدلوقتي الميكانيزم اللي بيسيبريت الويك فولنس فروم السليب بيكم انستيبل نتيجه الايه؟ الانسفشنت اوركسين. الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم مش عارف يطلع اللي هو الايه النيورو ترانسميترز اللي بتحسن الويكفولنس، فبالتالي السليب بروموتنج ميكانيزم بياخد هو الابر هاند متمثلا في الفينترو لاترال بري اوبتيك اريا، وده بيسبب لي ان يبقى في رابيد ترانزيشن بتوين السليب اند ويك. تكمله لده برضو ان انا عندي الريم سليب الطبيعي بتحصل بعد 90 دقيقه من لما العيان بيدخل في النوم. الريم سليب دي فيها بيحصل الايه؟ بيحصل الدريم وبيبقى فيه البرين بيبقى اكتف، بيحصل فيها كمان الماسل اتونيا. الاوروكسين نيورونز نورمالي بيسبريس الريم سليب. طب لما الاوروكسين بتاعي بيبقى قليل ايه اللي هيحصل في الناركوليبتيك بيشنت؟ هيحصل مور ريجوليشن اوف الريم سليب، ودوت هيطلع عندي بمانيفستيشن عباره عن poor circadian timing of REM sleep. يعني REM sleep في الغالب بتحصل والعيان نايم بالليل، قليل قوي ان هي تحصل في النوم بتاع النهار او القيلوله دوت. هنلاقي في rapid transition into REM sleep، يعني العيان المفروض احنا قلنا ان بيدخل في REM sleep بعد 90 دقيقه من بدايه نوم، لا الاقي العيان ده مثلا يدخل في ايه؟ في خلال مثلا 15 دقيقه من بدايه النوم ابتدى يدخل في REM sleep. كمان بيقلاو الانتروجن اوف REM sleep related phenomena into wakefulness، يعني الماسل اتونيا دي بتحصل لي وانا نايمه في الريم سليب، لا دي بقى بتحصل لي كمان وانا صاحيه في الويكفولنس. الدريم لايك هالوسينيشن والسليب باراليسيس نفس الوضع برضو نتيجه ايه؟ ابنورماليتيز في الفسيولوجي بتاع الريم سليب. طيب بعد ما خلصنا الباثو فسيولوجي بتاع الناركوليبسي، ازاي بقى انا هعمل ايفالويشن اوف الناركوليبتيك بيشن؟ علشان يبقى عندي عيان لازم اخد منه ديتيل ميديكال هيستوري،
عن طريقة النوم بتاعه بالليل أخباره هي كم ساعة، في مشاكل فيها ولا لا، طب النوم بالنهار أخباره إيه، هل هو بيبقى تاكس ولا لا، طب أنت لما بتصحى من النوم بتبقى فايق ولا لا، طب عدد ساعات النوم بالليل بتبقى قد إيه، كل الحاجات دي كلها هتفرق وهتدخلني من 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 مرض لمرض تاني. تاني حاجة في الإيفالويشن لازم أعمل له جود فيزيكال إكزامينيشن علشان برضو أستبعد أي نيورولوجيكال ديسوردرز تانية تعمل لي السيمتومز دي، او حتى اي ميديكال تاني حاجه تانية مثلا نيورولوجيكال او اندوكراين او حاجه ديس اوردر هي اللي عامله لي المشكله دي. تمام، طب بعد ما هعمل عيان فيزيكال اكزامينيشن هدي العيان دوت فرصه لمده اسبوعين، هيعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هيبقى عنده حاجتين اتنين بيعمل، واحده فيهم سليب لوج العيان بيسجل لي فيها على مدار الاسبوعين دول كل يوم نام ايه بالليل، عدد الساعات كانت عامله ازاي، كان فيها مشاكل ولا لا، لما بيصحى من النوم الوضع ايه، وكمان هيسجل لي بالنهار وضع النوم بتاعه كان اخباره ايه، النفس اللي كان بياخدها كان شكلها عامله ازاي، فيها احلام ولا لا، كان في اي مشاكل في النوم ولا لا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى الاكتيجرافي. الاكتيجرافي دي عباره عن ايه اصلا؟ هي عباره عن حاجه زي ساعه كده خلاص، يعني حاجه مصغره كده من البوليس المدري بالعيان بيلبسها، هيلبسها لمده اسبوعين، هتسجل لي تقريبا السليب باترن في العيان دوت في الاسبوعين كان عامل ازاي. بعد كده انا هشوف العيان بعد الاسبوعين دول بعد ما سجل لي وعمل لي كل الحاجات دي كلها، هشوفه علشان اتاكد من حاجه معينه. ايه هي؟ ان العيان ده على الاقل بينام 6 ساعات منتظمين بالليل. لو العيان بينام 6 ساعات منتظمين بالليل انا كده اقدر اشخص ايه ناركوليبسي او احطه في دماغي، لكن لو لقيته ما بينامش 6 ساعات لا انا استبعد الناركوليبسي وادور في اي مرض تاني. تمام؟ احنا كده بس يعني خدنا اول خطوه بس في الناركوليبسي، لكن لسه هنكمل. تاني حاجة في الإيفالويشن ودي مهمة جدا البوليسومنوجرافي. خلاص انا هعمل عيان ليه بوليسومنوجرام. طبعا دكتورة صديقتنا دكتورة رشا كانت كلمتنا في الجزء الاولاني على البوليسومنوجرافي وهو بيفالويت ايه، وان هو عبارة عن حاجات بتقيس الاكتيفيتي بتاعت الاي جي والبرين عشان تعملي ستيجنج للسليب والماسل اكتيفيتي والهارت والريسبيريشن والحاجات دي كلها. طيب انا هعمل عيان ده بوليسومنوجرام عشان ايه؟ اول حاجة اتاكد منه ان هو فعلا بينام بالليل 6 ساعات. تاني حاجة ان انا اكسكلود اي سليب ديس اوردر تاني موجود مع العيان خلاص، زي مثلا سليب ابنيا. تاني حاجه، تالت حاجه بقى هطلع بيها من البوليسومنوجرام دوت ان العيان بتاعي بيدخل في الريم سليب بعد قد ايه فعلا، يعني ايه اشوف فعلا بيدخل فيها بعد 90 دقيقه اللي هو النورمال فيسيولوجي بتاعنا ولا لا، ده بيدخل في ايه في سليب اونست ريم اللي احنا قلنا عليها في خلال 15 دقيقه الاقي العيان دخل في الستيج بتاعه الريم سليب. بعد ما عملنا البوليسومنوجرام الخطوه اللي بعد كده هعمل له تيست اسمه مالتيبل سليب ليتنسي تيست، والايفالويشن لازم يتعمل بنفس الترتيب كده. المالتيبل سليب ليتنسي تيست دوت ده عباره برضو عن بوليسومنوجرام بس ما بعملوش بالليل زي اللي قبل كده، لا انا هعمله بالنهار. هقول للعيان انت هتاخد 5 هديله 5 شورت نابس بين كل واحد والتاني ساعه. طيب انا هاسس ايه بقى في المالتيبل سليب ليتنسي تيست دوت؟ هاسس الداي تايم سليبنس بان انا ميجر العيان ده بيدخل في النوم بعد قد ايه، ودي اسمها سليب ليتنسي، وهأسس العيان دوت بيدخل في الريم سليب ايرلي ولا لا، ودي هنسميها سليب اونست ريم. امتى التست دوت انا هعتبره بوزيتيف في عيان النركوليبسي؟ لو لقيت العيان بيدخل في الخمسه نابس دولت افريج بتاعهم بيدخل في اقل من 8 دقائق في النوم، انا كده عندي كده اول حاجه بوزيتيف. ثاني حاجه بوزيتيف ان انا الاقي عند العيان في الخمسه نابس دول على الاقل دخل في 2 منهم في ايرلي اونست ريم لقيت خلال 15 دقيقه. يعني انا عندي في الصوره اللي هي على اليمين دي ده شكل مثلا للايه للمالتيبل سليب ليتنسي تيست، عندي عدد النابس من 1 لغايه 5، عندي كل سليب اونست الاولانيه 4 والثانيه 9 وبعد كده 11 و3 و6، اليمين بتاعهم 6.6 يعني اقل من 8 دقائق، انا كده حققت اول كرايتيريا في البوزيتيف. تاني حاجه الريم اونست نو يس في 2 من الخمسه العيان دخل في ايه في رابيد اونست ريم، ده كده برضه يحقق لي الاثنين بوزيتيف بتوع الايه بتوع المالتيبل سليب ليتنسي. طب لو العيان بتاعي انا بعمل له المالتيبل سليب ليتنسي تيست لقيته دخل في واحده بس سليب اونست ريم بس، وانا بعمل له البوليس انجرام امبارح كان دخل في واحده كمان، انا كده خلاص بقيت ميت الكرايتيريا واقدر اقول ان العيان دوت ايه ناركوليبسي. طب لو العيان بتاعي كلينيكالي انا يعني خلاص في هايلي سسبشن دوت ناركوليبسي، لكن لما عملت له المالتيبل سليب ليتنسي تيست لقيته نيجاتيف، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها انا ممكن ادي العيان تشانس ثانيه وان انا اعيد له التيست مره ثانيه.
طيب بعد كده برضو في الايفالويشن الهايبوكريتين ليفل. الهايبوكريتين ليفل في النركوليبسي تايب 1 بيدياجنوز لو انا عملته في السي اس اف لقيته اقل من 110 بيكو جرام برميلي او اقل من ثلث المين نورمال اللي المعمل جايبه لي او الريفرنس جايبه لي. بس الحقيقه الهايبوكريتين ليفل دوت مش افيلابل, فده المشكله بتاعته يعني. طيب انا كده اتكلمت كتير وقلت سيمتوماتولوجي وقلت ايفالويشن وحاجات كتيره. طب برضو يعني اي عيان جاي لي بيقول لي انا بنام كتير او كده بقاله اسبوع ولا حاجه هشخصه ناركوليبسي؟ الحقيقه لا. الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف سليب ديس اوردرز عملت لي كرايتيريا هشخص بيها ناركوليبسي. ايه هي الكرايتيريا دي؟ قال لك اول حاجه العيان بتاعك اساسي يكون عنده بريزنس اوف اكسسيف داي تايم سليبنس لفتره 3 شهور او اكتر اسوشيتد ويز حاجه من الاثنين اللي انا هقولهم دول. نبتدي بالرقم 2 ان انا يبقى معايا هايبوكروتين ليفل اقل من 110 بيكو جرام برميل في السي اس اف, ده خلاص كده انا شخصت ناركوليبسي تايب 1. طيب او الكرايتيريا الثانيه ان العيان دوت بينام اكسسيف داي تايم سليبنس لمده 3 شهور ومعاه كاتابليكسي, معاه المين سليب ليتنسي تيست 8 دقائق او اقل, معايا على الاقل مرتين العيان دخل فيهم في سليب اون ستريم وانا بعمل له المالتيبل ايه سليب ليتنسي تيست. طب الناركوليبسي تايب 2 انا هشخصه ازاي؟ برضه الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف سليب ديس اوردرز حطيت له كرايتيريا. قالت احنا هنشخص السليب الناركوليبسي تايب 2 بان انا برضه يبقى عندي اكسسيف داي تايم سليبنس وزاويه كاتابليكسي لفتره 3 شهور او اكتر معايا إيمان. الصوت يا إيمان قطع تاني. الصوت يا إيمان قطع تاني من عندك. حد سامع إيمان يا جماعة؟ لا يا دكتور الصوت قطع فعلا عندنا كلنا. طب ممكن حد يكتب لها بس يا جماعة ان الصوت قطع عندها في الشات؟ كتبت لها يا دكتور إيمان خلاص كتبتها. هي في الغالب النتورك كلها فصلت عندها لأن هي خرجت. طب تفتح الباب بس ولا حاجة؟ لا هي اتقطع خلاص من عندها. بس يا شيماء تمام يا إيمان السلايد بتاعتك رجعت تاني بس الصوت بقى. الو ايوه إيمان الصوت كان عندك قطع. اه تمام تمام إيمان انت عند نفس السلايد ناركوليبسي تايب 2. ايوه عند تايب 2 تمام تمام. ناركوليبسي تايب 2 احنا قلنا عشان نشخصها بالانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف سليب ديس اوردرز لازم يبقى العيان عندي عنده اكسسيف داي تايم سليبنس وزاويه كاتابليكسي لفتره 3 شهور او اكتر مع كل الفولوينج كرايتيريا اللي هي ايه؟ ان انا عندي مين سليب ليتنسي تيست اكتر 8 دقائق او اقل, العيان عنده على الاقل 2 سليب اون ستريم, لو عملت العيان دوت الهايبوكريتين ليفل هنلاقيه نورمال, الاكسسيف داي تايم سليبنس دوت نوت بيتر اكسبلين باي انذر كوز ايذر بقى ميديكال او دراجز او سايكاتريك ان كوز. طيب لو العيان بتاعي وانا خلاص شخصت ناركوليبسي تايب 2 مع الوقت ديفلوب كاتابليكسي او الهايبوكريتين بتاعه قل بقى اقل من 110, وقتها انا هحول العيان دوت من تشخيصه من ناركوليبسي تايب 2 لناركوليبسي تايب 1. طيب التريتمنت بتاع الناركوليبسي, التريتمنت بتاع الناركوليبسي الحقيقه هو بينقسم لشقين. شق انا هعالج فيه الاكسسيف داي تايم سليبنس ودوت بيعتمد مينلي على ان انا ادي بريني ستيمولانت, والشق الثاني بيعتمد على علاج الكاتابليكس. طب علشان انا اعالج الاكسسيف داي تايم سليبنس ادوا اللي هي حاجات زي المودافينيل والارمودافينيل
الاثنين دولت يعني هما سي ان اس ستيمولانت بيشتغلوا على الدوبامين اجونست والنيورو ترانسميترز اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي بتبرموت الويكفولنس. في عندي الميثايل فينيديت وبرده البيتوليزان والسونسي دوت ودوت كلهم بيشتغلوا على النيورو ترانسميترز اللي بتبرموت الووكينج. تكمله العلاج بقى الادويه اللي بتشتغل على الكاتابليكسي اول حاجه فيهم الصوديوم اوكسيبيت ودوت اول دراج اخذ الاف دي ابروفال للكاتابليكسي وفي الانتي ديبريسنت ميلي الفيلافكسين والانافرانيل والاس اس ار اي. ده ديجرام بيوضح لي ازاي همشي مع العيان في التريتمنت بتاعه. اول ما هبتدي معاه هبتدي بان انا اعمل ايفالويشن للاكسسيف داي تايم سليبنس وهدي المدافينين هديه بدوز من 100 ل 400 مللي جرام بير دي واشوف بعد كده الايه السيمبتومز بتاعتي اتحسنت ولا لا. لو ما اتحسنت ابتدي ادخل على ان انا ادي العيان بقى موديفيكيشن لللايف ستايل بتاعته وازود مثلا حاجه زي الميثايل فينيديت واشوف العيان برده بيتحسن ولا لا. ما اتحسنش هبتدي اعلي في الدوز بتاعه المدفنين واديله الدوز من 400 ل 600. لو العيان ستيل ما بيتحسنش كده انا هبقى في دراج ريزيستنت اكسسيف داي تايم سليبنس وهبتدي اعمل كومباينيشن ما بين الايه الدراجز. ثاني حاجه في التريتمنت الكاتابليكسي زي ما قلنا هايفالويت لو ما فيش كاتابليكسي خلاص مش هدي ادويه. طب لو في كاتابليكسي لو في كاتابليكسي ومعاه كمان ديبريسيف سيمتوم او ديستركتيف سليب ابنيا هديله افضل الفيلافكسين. لو ما فيش ديبريشن مع العيان ممكن اديله الصوديوم اوكسيبيت. لو العيان ما بيتحسنش برضه هعمل كومباينيشن ما بين الدراجز. طيب اللايف ستايل بقى موديفيكيشن بتاعته ان انا اخلي العيان ياخد شورت نابس ديورنج الدي نايت الدي تايم امينتين ريجولار سليب سكيدول ان انا اخلي العيان ينام في وقت معين ويصحى في وقت معين دايما افويد الكافيين والالكوهول قبل النوم افويد السموكينج يعمل اكسرسايز ديلي على الاقل لمده ثلث ساعه قبل النوم باربع لخمس ساعات افويد اللارج والهيفي مين واريلاكس بيفور البيد. تاني ديس اوردرز النهارده الايديوباثيك هايبرسومنيا. الايديوباثيك هايبرسومنيا دوت التعريف بتاعه عباره عن اكسسيف سليبي ديورنج ذا داي ويز جريت ديفيكولتي بينج اويكند فروم ذا سليب. يعني دي كلمه الجريت ديفيكولتي من هو يصحى من النوم دي يمكن بتفرقها لي بينها وبين النركوليبس. من اسمها كده ان هي ايديوباثيك يبقى انا ما عنديش سبب معلوم. البريفلنس بتاعتها هي نص لكل 100,000. الانست بتاعها يوجوالي بيبقى في الادوليسنس والايرلي ادلتهود برضه بتأفكت الفيميلز اكتر من الميلز. في عندي نوعين من الايديوباثيك هايبرسومنيا اكوردنج للنايت تايم سليب ديوريشن. في واحده فيهم ويز برولونجد نايت تايم سليب والثانيه وزود لونج تايم نايت تايم سليب. اللي هي الويز برولونجد نايت تايم سليب بقى السيمبتومز بتاعتها هتجي العيان ان هو بينام عنده اكسسيف داي تايم سليبنس بينام كتير قوي بالنهار والنابس اللي بياخدها بتبقى برولونجد ممكن توصل لساعات وبالليل النوم بتاعه بيعدي ال 10 وال 11 ساعه. العيان لما يجي حتى يصحى من النوم بيبقى فيه صعوبه ان انا اصحيه لدرجه ان هو بيدخل في حاجه اسمها سليب انرشيا. العيان بيفضل فتره كده بعد ما بيصحى من النوم لمده توصل لساعات مش عارف اصلا يتحرك من مكانه. البيشنت بيديسكرايب اكسسيف تايم تو بي فولي اوبريشنال وسام تايم بيديسكرايب منتال كونفيوجن عشان العيان يبقى ابتدي بقى خلاص يشوف يومه. لا بياخد ساعات. الدي تايم نفسه زي ما قلنا بتبقى برولونجد وبتبقى ان ريفريشنج. طيب النوع الثاني اللي هو ويزاوت لونج تايم لونج نايت تايم سليب العيان نومه بالليل بيبقى كويس لكن بقيه الكرايتيريا تقريبا واحده لدرجه ان الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف سليب ديس اوردرز حطيتهم هما الاثنين تحت عنوان واحد بس هو الايديوباثيك هايبرسومنيا. الهيبناجوجيك هالوسينيشن اللي اتكلمنا عنها قبل كده والسليب باراليسز ممكن تحصل في الايديوباثيك هايبرسومنيا بس الحقيقه ان هي رير. ان انا يبقى عندي سليب اونست ريم ما بتبقاش موجوده في الايديوباثيك هايبرسومنيا ودي يمكن بتفرقها لي بينها وبين الناركوليبسي. السيمبتومز بتاعت الايديوباثيك هايبرسومنيا بتبقى سيفير وكرونيك هاويفر ان هي ممكن تديسابير اوفر تايم في حوالي 50% من العيانين. الدايجنوزز بقى بتاع الايديوباثيك هايبرسومنيا لازم يبقى العيان في كل الفولوينج كرايتيريا اللي هي اول حاجه اكسسيف داي تايم سليبنس لمده 3 شهور او اكتر وزود كاتابليكسي. المين سليب ليتنسي بتاعت العيان تكون 8 دقايق او اقل. تاني حاجه ان انا ما بيبقاش عندي السليب اون ستريم ولو وجدت يبقى لا تتعدى واحده ولازم ما يكونش عندي الاكسيف داي تايم سليبنس دوت نوت بيتر اكسبليند باي انذر سليب ديس اوردر.
differential diagnosis بتاع الايديوباثيك هايبرسومنيا يعني اكتر حاجه بتبقى ترابل او تشالنجينج في differential diagnosis هي الميجور ديبريسيف ديس اوردر، لان العيانين دولت ممكن يجوا برضه هايبرسومنيس او اكسسيف سليبنس، وكمان عيانين بتوع الايديوباثيك هايبرسومنيا ممكن يكون معاهم ديبريشن، فبتبقى مشكله عندي ان انا اقول ده ميجور ديبريشن ولا ديت الايديوباثيك هايبرسومنيا. بيهمني قوي في العيانين دولت ان انا ايفالويت الديت اوف اونست اوف افري سيمتومز، اشوف كل سيمتوم عند العيان مين فيهم اللي ظهر الاول، ولو الموضوع استصعب عليا قوي مفيش مانع ان انا استشير سايكاتريست او ادي حتى ثيرابيوتيك ترايلز بانتي ديبريسنت واعمل ايفالويشن للعيان بتاعي هل اتحسن ولا لا. الايفالويشن بتاع العيان اوف ايديوباثيك هايبرسومنيا ان انا اخد جود هيستوري تيكينج. تاني حاجه في سكيل كده اسمه ايبورس سليبنس سكيل، السكيل دوت بيديترماين هاو السليب افكت يور ديلي لايف. هو عباره عن 7 اسئله او 8 اسئله سهلين جدا. بيسالوا العيان انت ممكن تنام تتفرج على التلفزيون، ممكن تنام وانت بتاكل، امتى نمت مثلا وانت مستني الاشاره تفتح في لو انت بتسايق العربيه بتاعتك، والحاجات دي كلها بيبقى ليها ايه يعني ايفالويشن للايه للسليب داي تايم سليب بتاع العيان. تاني حاجه ان انا هشوف العيان دوت السليب ديري، خليه برضو يسجل لي الاماونت والباترن بتاع السليب بتاعه. هعمل العيان ده البوليسومنوجرام علشان برضو ايفالويت الديوريشن والكواليتي اوف النايت تايم سليب، واكسكلود الاذر ديس اوردرز. هعمل له برضو المالتيبل سليب ليتنسي تيست علشان برضو اكسكلود النركوليبسي واتاكد ان العيان ما بيدخلش فعلا في ايه في رابيد اونست ريم او سليب اونست ريم. التريتمنت بتاع الايديوباثيك هايبرسومنيا هو برضو بيعتمد ان انا ادي برين ستيمولانت زي المودافينيل والميثايل فينيديت والامفيتامين والبوتوليسانت والايه ديكسترو امفيتامين. اخر ديس اوردرز معانا اللي هو الكلاين ليفن سندروم. دوت ديس اوردر بي كاركترايزد باي ريكارنت ايبيزودز اوف اكسسيف سليبنس. الريكارنت ايبيزود هي دي مفتاح الديس اوردر دوت ان هو بيجي في ايبيزود. البريفالنس بتاعه بيبقى من 1 لـ 2 كل مليون، بيأفكت اليونج بيبول ديورنج السكند ديكيد اوف لايف. الميل للفيميل ريشيو بيبقى 2 لـ 1. الكلينيكال فيتشرز بتاعت العيان بتاعت الكلاين ليفن سندروم ده بيبقى ريلابسنج ريميتنج ايبيسود من اول حاجه سيفير هايبرسومنيس، ثاني حاجه الهايبرفاجيا والهايبر سيكشواليتي والبيهيفيرال وسايكاتريك ديسيربنس والكوجنيتيف ابنورماليتي. الديوريش او الايبيزود دي ديوريشن بتاعتها الميديان ديوريشن بتاعتها بتبقى حوالي 10 ايام، بتتكرر على العيان ممكن تجي له كل شهر، ممكن توصل مثلا تجي له مره في السنه. ليها تريجر فاكتور زي الانفكشن او الالكوهول. الديورنج الايبيزود العيان ممكن ينام في اليوم من 16 ل 20 ساعه، ولو انا منعته من النوم بيبقى irritable. حتى في الوقت اللي هو بيبقى صاحي فيه الكام ساعه 3 4 ساعات اللي بيبقى صاحيهم بيبقى ستيل apathetic confused وبيبقى فيه slow speaking، ممكن يبقى معاه كمان انتروجريد امنيزيا. بيبقى مع العيان ده كمان ديريلايزيشن وابنورمال بيرسبشن في الانفايرومنت، بيدخله بقى بعد كده في هالوسينيشنز وديليوشن. بتوين الابيزودز دي السليب والكوجنيشن والمود والايتنج والسكشوال والبيهيفيرال كلها بترجع نورمال. دايجنوستيك كرايتيريا برضو للكلاين ليفن سندروم، اول حاجه ان العيان بتاعي على الاقل اكسبيرينس 2 recurrent episodes من اكسسيف داي تايم سليبنس. كل ايبيزود من دول بتقعد من 2 لـ 5 اسابيع، على الاقل لازم تتكرر الايبيزود ديت مره في السنه او مره حتى كل سنه ونص. during الايبيزود لازم يكون معايا cognitive dysfunction او altered perceptions يعني delusions و hallucinations او eating disorders زي anorexia او hyperphagia او disinhibited behavior زي hypersexuality. between الايبيزودز المود والalertness والcognitive function والbehavioral strictly normal، والسيمبتومز دي not better explained by another sleep disorders. لو انا عملت للعيان دوت 24 ساعه بوليسمنوجرافي هلاقي عندي prolonged total sleep time. العيان ده الحقيقه لازم نعمل له CSF سيتولوجي وبروتين. ليه؟ انا لما قلت الكلينيكال فيتشرز بتاعت العيان ده عيان انكفالوباسي، طب ليه ما يكونش مثلا انكفالايتس او حاجه وبيجي في اكيوت اتاك مثلا تقعد مع العيان ايام وبعد كده خلاص بتروح؟ فضروري برضو ان العيان دوت لازم اعمل له CSF سيتولوجي وبروتين. البصه الفيسيولوجي بتاع كلاين ليفن سندروم هو اكشوالي انكلير، لكن فيها هايبوثيسز بتقول ان هو بيحصل فيه هايبوثالاميك ديسفانكشن ميديتد باي اميون ميكانيزم. طب كانوا بيستشهدوا بايه على الموضوع الهايبوثالاميك ديسفانكشن دوت؟
ان هم لقوا بوست مورتم اكزامينشن في انفلاميشن في الهايبوثالاموس والاميجدالا والتمبرال لوب والثالاموس بتوع عيانين الكلاين ليفن سندروم. لقوا كمان ديورنج ابيزودز لو عملنا العيان دوت فانكشنال ايمجينج هلاقيها ابنورمال ويز ميتابوليك تشينجز موجوده في الثالاموس والهايبوثالاموس والتمبرال لوب والفرنتال لوب. انه وجود برضو السندروم دوت او ديس اوردر ده في يونج ايج وليه تريجر فاكتور زي الانفكشن زي ما قلنا برضو بيسجست ان انا يكون في عندي اوتو اميون بروسيس. في هايبوثيسز ثانيه بتقول لا ان الايتولوجي بتاعه دوت عباره عن ريكرنت ترانزيانت مالتي فوكال انكيفالوباسي من غير بقى اي تفسيرات ثانيه. علشان اعالج عيان الكلين ليفل دوت برضو هضطر ان انا استخدم الاستيمولنت ما عنديش غيرها زي المودافينيل، بس هيبقى عندي مشكله مع العيان ده ان هي هتزودي الاجيتيشن اللي العيان اصلا بيبقى فيها، اعمل لي بارادوكسيكال اجيتيشن، وان انا حتى لو حسنت مع العيان دوت السليب بس انا الستيل عندي في كوجنيتيف وبيهيفيرال بروبلمز مش عارفه احسنها. كمان ان العيان ده بيجي في ابيزودز ممكن تقعد مثلا ايام، ممكن مثلا تقعد اربع ايام او اسبوع او حاجه، فانا برضو مش هعرف اعمل ايفالويشن كامله للرول بتاع الاستيمولنت في عيان الكلاين ليفل. بس لقوا ان انا لو استخدمت بروفيلاكتيك تريتمنت زي المود ستابلايزرز زي الليثيوم والانتي ابليبتيك دراجز قالوا ان دي بتقلل الفريكونسي بتاعت الديزيز او الابيزودز والديوريشن بتاعتها. البروجنوزز بتاع الكلاين ليفل سندروم جنرالي هو جود لانه بيحصل spontaneous resolution of the symptoms after حوالي 14 ساعه. فاينالي بقى conclusion بتاعنا ان انا central hypersomnias او صحيح ان هي رير بس ان هي بيبقى فيها يعني disabling للعيان وكمان بيبقى فيه delay في الدياجنوزز بتاعها. ان انا علشان اعمل categorization لكل disorders من اللي انا قلتها دي واحطها في category بتاعها بعيدا عن narcolepsy type 1 بيبقى صعب جدا مش بالسهوله اللي احنا قلناها. ان انا برضو امبورتنت عندي ان انا كلينيشن ان انا اريكوجنايز واشخص كويس قوي واعالج الهايبرسومنياز علشان ان هي بتافكت الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان. از كمان ان انا جود سليب بيانديكيت ان انا عندي بيتر ديسيجن ميكنج وبيتر ميموري وابيليتي تو مانج ستريس وبيتر اميون سيستم وامبروف الفيزيكال هيلث وانكريز الانرجي وشاربر كونسنتريشن. فاينالي ثانك يو. شكرا جزيلا دكتورة إيمان على المحاضرة. الحقيقة طبعا الناركوليبسي ده انت يعني نورتي لينا الدنيا. ده من الموضوعات اللي احنا بنتخانق معاها احنا وبتوع السيكاتري، احنا ساعات نعالجهم وهم ساعات يعالجوهم. بس انت طبعا قلتيها بطريقة كويسة جدا وقلت الكرايتيريا بتاعت الناركوليبسي واكدت لنا ان انا قبل 3 شهور ما اقدرش اقول على عيان ناركوليبسي، وفي الاخر لو انا احترت ما بين الكلينيكال وما بين الديوريشن وما قدرتش اشخص قلت لنا على حاجه كويسه جدا السبيسيفيستي بتاعتها عاليه جدا ان انا بعمل جين ايدنتيفيكيشن للهيومن ليكوسيتيك انتشن دي كيو بي 1. وكمان مش بس كده قلت لنا ان انا بعمل ممكن اشوف الرول بتاع الهايبوكرياتين في السي اس اف، بس انا مش عارفه ايمان ده بيتعمل في البريفرال بلاد ولا لا. انت بتقولي ده بيتعمل في السي اس اف؟ سي اس اف بس. فدي من الحاجات اللي هي الدياجنوستيك كرايتيريا، فانا فعلا مش اي حد اقول عليه ناركوليبسي، لازم بالكرايتيريا اللي انت قلتي عليها. الحاجه الثانيه المهمه اللي انت قلتيها لنا برضو اللي هو الايديوباسيك هايبر سومنيك سليب. انا من الناس اللي انا جالي عيان كده، وخلي بالك احنا اي حد بيقول انا بنام كتير في اليوم اي حد فينا بيفكر ان ده عنده ديبريشن، وتقعدي تجيبي وتودي وكرايتيريا والكلام ده كله. انا جالي عيان كان مهندس تقريبا كان عنده مشكله في الموضوع ده، وقعدت هريته انتي ديبريسنت والكلام ده، ما فاقش خالص ولا كان عنده ديبريشن ولا حاجه، وفي الاخر اديته روتوفرانيل لقيت مشكلته اتحلت وهو فعلا كان ايديوباسيك هايبرسومنيك زي ما انت قلتي. الحاجه الثانيه المهمه اللي انت قلتي عليها اللي هو الكلين ليفن سندروم، وقلت لنا طبعا ايه برضو ما نقدرش نقول ان هو نفس السندروم ده الا لما يكون برضو عدى عليه من تقريبا من اسبوعين لخمس اسابيع، وطمنتينا ان هو ان شاء الله هيخف بعد 14 سنه. تمام. لكن طبعا في حاجات دكتوره ايمين، لكن في حاجات كتيره انت قلتيها طبعا ادويه يعني، بس في الاخر قلت يا جماعه ابشروا واحد بعد 14 سنه الراجل ده هيخف. مش كتير انت، لا مش كتير، هي فركه كعب. فانت في الاخر الحقيقه نورتي برضو حاجات كويسه جدا يا امان، عملت سبوت لايت عليها كانت بالنسبة لنا برضو مش واضحة. وطبعا أنا بشكرك جدا جدا على المحاضرة بتاعتك الرائعة، إن أنت فعلا تركتي حاجة مش كتير بيتكلموا عنها. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيها دكتورة غدا ازاي حضرتك؟ دكتورة إيمان الله يسلمك، ازاي حضرتك؟ الحقيقة يعني الله يسلمك، المحاضرات يعني كانت جميلة جدا، يعني كانت متنوعة، يعني الحقيقة يعني هي محاضرة شيماء كانت دسمة شوية تمام، يعني أو فيها حاجات مش متروكة، لكن يعني محاضرة إيمان كان يعني إيه فيها تساؤلات، إحنا بتقابلنا الحالات دي وفعلا صحيح. بيبقى فيها كده differential diagnosis بتاعها ما بتبقاش قادرين نوصل له قوي صحيح. فالحاجات دي تبص تلاقي بقى الواحد بيبقى يعني مشدود ليها شوية، إن هو يعني يعني يقدر يعرف بقى differential diagnosis بتاعها إزاي بتشخص كده يعني صحيح. لكن يعني القاء جميل جدا، ويعني يعني ما شاء الله عليهم، يعني هم الاثنين ربنا يبارك في حضرتك وسادتنا دكتورة هدى، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، برافو يا ايمان، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يكرم خيرك دكتورة هدى، ومشكرين جدا يا فندم، والله دي شهاده يا فندم نعتز بيها والله، شكرا يا فندم. والله انتوا ما شاء الله عليكم، يعني موضوعات يعني جميله، ان شاء الله تختاروا بقى المره الجايه ان شاء الله بعد اسبوعين للقاء ان شاء الله ناخد راي حضرتك في الموضوعات باذن الله، ويبقى برضو باذن الله ويبنار كويس باذن الله. هو في حاجة يا دكتورة إيمان، أنا دكتورة نوايا بوست جراديوت بقى يا إيمان، يخلوا بالهم من الموضوعات دي، أنا قلت لهم كده على فكرة يا دكتورة هدى والله من أول ويبينار فعلا حضرتك أنا لفت نظرهم من أول ويبينار خالص الأولاني خالص اللي احنا كنا عاملينه عن الإبيليبسي، وقلت لهم يا جماعة دي موضوعات مهمة، وأول يوم في الويبينار ده وتاني يوم برضو لفت نظرهم إن هو فعلا دي حاجات مهمة. بالظبط بالظبط. هو يا دكتورة إيمان، أنا دكتورة نوال، يا دكتورة إيمان دكتورة نوال على فكرة دكتورة إسراء إدت لحضرتك تليفوني وحضرتك نقلته وهتصل بيه، أنا مبسوطة قوي قوي بالمحاضرات دي، وإنكم جمعتوا التيم ورك كلهم بيشتغلوا في الموضوع بتاع السليبينج ديستربنس، يعني دخلتوا العلاج الطبيعي وعلاجه علاج الجروب ثيرابي، ودخلتوا التيم ورك كلهم الميديكال اللي هم الابيض ذات الرداء الابيض الجيش الابيض كله هيشتغل صحيح. او كوفيد 19 جميله الموضوعات مع كوفيد، يعني مع موضوع العصر اللي احنا بنتكلم صحيح. فيه ومبسوطه قوي قوي، انا استفدت جدا، ويا ريت قلنا يا ريت الموضوعات بعد كده تبقوا تقولوا لنا عليها، يعني نبقى عشان نسمعها موضوعات ان شاء الله يا دكتوره نوال. حاضر، ميرسي، شرفنا اصلا بوجود حضرتك، واحنا طبعا ما نقدرش نستغنى عن اساتذه العلاج الطبيعي لان احنا بنكمل بعض في الاول وفي الاخر طبعا. وطلبه الدراسات العليا عندنا زمانهم بيسمعوا، في حاجات يا دكتوره ايمان مشتركه يعني كتير غير كده، يعني صح. في حاجات يعني بتبقى مشتركه قوي يعني بين بيننا وبين الطب الطبيعي يعني. ودخلته النيوتريشن متهيألي كمان إيمان متهيألي إيمان كمان إيمان الحمراوي كانت عاملة محاضرة كانت جميلة جدا جدا على السكوليوزيس العمليات ازاي وازاي ده دي السوماتو سنسو، يعني ازاي نعمل دايجنوز بتاع الفيسيو ثيرابي يعني او نعمل السوماتو سنسوري ديورينج الاوبريشن تمام، يعني كمان ديورنج الاوبريشن كمان يعني كمونيتورنج جدا. طبعا احنا بنستفاد كلنا والله، يعني وطلب الدراسات عجباني قوي قوي، قالتها في مؤتمر حاجات مشتركه كويسه جدا. طبعا ربنا يبارك في حضرتك يا رب يستر هدى، بارك فيكم. دكتورة إيمان ممكن أسأل فضل. سؤال؟ طبعا فضلي دكتورة سيما. الله يخليك، شكرا يا شيماء، شكرا يا إيمان على المحاضرات القيمة، بس أنا عاوز أسأل إيمان الحمراوي، هل الكيلين ليفن سندروم هل على أساس إن هو أوتو أميون، هل في ترايلز اتعملت على الإميون موديليتورز زي الكورتيكوسترويد الإميون سابريسنت ميديكيشن، هل لها رول ولا بس بنمشي بأنتي إبليبتك دراجز؟ وتقولتي أنتي إبليبتك تقريبا وأنتي دبليس أنا فاكرة أن أنتي قلتي الليسيوم والأنتي إبليبتك، هل تمام دكتورة واسمين، هل دي لان احنا يعني انت قلتي ده شكله انكفالوباسي وعارفه ملهوش سبب وهنعمل سي اس اف، انا عن نفسي لو جات لي حاله زي كده هدي كورتيكوسترويد، يعني لان يعني شفت حاله زي كده بس الاول وبعد كده ان شاء الله مش هنختلف.
هنعمل بس السيتولوجي ده مهم في العيان ده عشان هيكسبوا طبعا الانكفالايتس، لان فعلا كسيمتوماتولوجي واضح جدا انكفالايتس، لازم استبعد الانكفالايتس ده اولا. ثانيا الموضوع ان هو اوتوميون مش بروف، مش بروف كلها سيوريز حتى ما فيهاش حتى انتي بوديز مثلا، ما فيش حتى مثلا بس عارفه حتى يعني انت بتقولي في في سبونتينيوس ريميشن، وده في بعض الاوتوميون مع البيوبرتي بتبدا يحصل لها ريميشن، فيعني انا شايفه برضو بعد 14 سنه الريميشن يا سهام. فما انا بقول لحضرتك فيها برضو حته الاوتوميون، فانا شايفه ان انا عن نفسي كسهام هدي كورتيكوسترويد. لا بلاش تدي كورتيكوسترويد يا دكتوره سهام. سهام بدينا فيدباك انت بقى، بدينا فيدباك يعني دي كورتيكوسترويد ودينا فيدباك بقى شوف ايه اللي هيحصل. احنا كنيورولوجيست يا دكتوره هدى اعتقد ان احنا لو قابلنا حاله زي دي وما لقيناش دايجنوزز واضح وهايبرسومنيا بيبقى شبه الانكفالوباسي فعلا، يعني هي ايمان بتوصف حاله يعني هتخلينا برضو ان احنا ما فيش ريسبونس والمريضه كده هتخلينا لما نفشل في اي حاجه هندي كورتيكوسترويد، فمش عارفه يعني هل هي ايمان ممكن تدي كورتيكوسترويد وتشوفي هو انتي انفلاماتوري يعني كمان يعني كده. لا انا بسال ايمان على اساس انها طلعت هل قرت اي بيبر بتتكلم. طيب خلاص لا خالص يا دكتوره سهام. هو مسألة ثانية يا جماعة حتى المدافينيل زي ما قلنا أو برين ستيم وإن بتوين بنت البروفلاكتيك تريتمنت زي ما حضرتك قلتي اللي هي المود ستابلايزرز الليثيوم والأنتي إبليبتيك والأنتي إبليبتيك. ماشي يا حد عنده أسئلة ثانية يا جماعة؟ في أسئلة؟ ممكن تسألني يا دكتورة إيمان بعد إذنك؟ اتفضلي طبعا نتشرف في حضرتك. أنا أحمد عبد الحي. أهلا دكتور أحمد اتفضل. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ؟ الله يسلمك كنت... شرفنا يا دكتوره. الحمد لله. كنت عايز اسال دكتوره ايمان الحمراوي بس سؤال بعد محاضرتها الطيبه ديت. اتفضل يا دكتوره. كنت عايز اسال سيادتك هاو تو ديفرنشيت بتوين اتيبيكال كاتابليكسي اند اتونيك سيجر، يعني حضرتك قلتي ان في انت حضرتك قلتي الاتيبيكال بيبقى فيه امبيرد كونشسنس ومعاه بروتروما زي البرين ستيم سيمبتوم اللي هو فيجوال وسنسور بتاع. الحين دلوقتي احنا عندنا فريق اشكاليه اتونيك سيجر والاتيبيكال كاتابليكس هاو تو ديفرنش كلينيكال اند. حلو قوي السؤال يا دكتور احمد. دكتور احمد احنا فعلا حطيناها تحت اتيبيكال لان في ميمكس كتيره او في يعني هما شبه بعض قوي اللي هي الاتيبيكال كاتابليكسي والسيجر، وانا حتى قلت ده وانا بقوله في المحاضره، بس انا يهمني كاتابليكسي كجوه سندروم اسمه ناركوليبسي، يعني انا هكمل ايفالويشن للعيان زي ما قلت بالظبط. إيه هسأله على مشاكل في الهيستوري، في مشاكل عنده في النوم ولا لا، في الفيزيكال اكزامينيشن بتاعي هدور على حاجه تانية مثلا اسوشيتد ولا لا، البوليسومنوجراف ده هيبقى طبعا هيساعد، لكن كلينيكال الحقيقه ممكن ما اعرفش. انا على اجابتك لو سمحتي اكمل على اجابتك. اتفضلي يا فندم. طيب دلوقتي انت بتقول يا دكتور الفرق ما بين الاتونيك وما بين الكاتابليكسي، تمام؟ الاتيبيكال كاتابليكسي الاتيبيكال خلاص معروف والاتونيك والاتونيك. دلوقتي الدكتوره ايمان وهي بتشرح بتقول الكاتابليكسي، بتقول الكاتابليكسي قالت ممكن يكون جنرايز وممكن يكون سيجمنتال ولازم يكون فيه معاه ايموشن. تمام. لازم يكون فيه معاه ايموشن، ممكن يكون معاه مثلا حاجه لافينج او كراينج او حاجه كده كان حاجه ريفلكس، يعني يحصل ريفلكس الاول وبعد كده يقع على الارض. انما بتاع الاتونيك ده نوع من الجنراليز ايبيليبسي ومعاه اي جي تشينجز معروفه وفي هيستوري بيقول ان ده مثلا كان ايبيليبسي قبل كده او فيبرايل سيجر او وات ايفر وتحول لاتونيك او هو اتونيك من الاول، ففي معاه اي جي تشينجز وده نوع من انواع الجنراليز ايبيليبسي. انما الكاتابليكسي زي ما دكتوره ايمان قالت الديوريشن مهم جدا في انك تشخصه ولازم يكون معاه حاجه قبليها قبل ما يقع، اي ريفلكس بيحصل صوت مثلا ايموشن حاجة خوف حاجة ضحك حاجة حركة، ده الفرق بين ده وبين ده. تمام كده إيمان ولا إيه؟ تمام يا فندم. ده من الكلينيكال، ده من ناحية الكلينيكال. تمام. انت هتعمل ده اي اي جي وهتعمل ده اي اي جي، بتاع الاتونيا هيطلع فيه معاه اي جي تشينجز والتاني مش هيطلع معاه، بتاع الاتونيا ده مش هيتخض يقوم يقع مش هيحصل كده، التاني ده بيتخض بيقع. الديوريشن بتاع ده بتاع الاتونيا على حسب هو عنده ايبليبسي بقاله كام سنه، لكن ده احنا قلنا على الاقل 3 شهور ومعاه بقيه الايه بقيه الكلينيكال مانيفيستاشن بتاعه الناركوليبسي.
شكرا يا دكتورة. شكرا. العافية. العافية دكتورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الدكتورة إيمان معاكي، الدكتور محمد طرخان. السعودية. ومشرفنا يا دكتور محمد. ربنا يخليكي. يعني يمكن... تعريف حضرتك انا شايفاك من الاول وعايزه اسلم على حضرتك بس ربنا انا مستنيه خليك. لا 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 انا متهيالي معظمكم في طب الازهر بنات ما يعرفونيش، لكن لا أنا طبعا انا عارفه حضرتك. ربنا ربنا يخليكي. انا بروفيسور اوف نيورولوجي من 21 سنه من اسيوط اساسا، جيت السعوديه واي فاوندد النيورولوجي كلاب. عندنا انا الهيد بتاع نيورولوجي كلاب من سنين، والحقيقه وي هاف فيري جود اكتيفيتي، وبنجيب ريجونال وانترناشونال سبيكر، والحمد لله يعني وي هاف فيري ساينتفك اكتيفيتي. الحقيقه انا بحييكم جدا يا دكتوره ايمان على هذا النشاط العلمي. الحقيقه يعني البنات ممتازين، ويعني المحاضرات رائعه، وانا كنت سعيد جدا جدا ان انا موجود مع طب الازهر النهارده، وان شاء الله لو في اي حاجه تاني انا هكون موجود معاكم، وانا انا الكسبان. متشكرين جدا على هذه المحاضرات الرائعه، وشكرا على الفرصه اللي انتوا عطيتها لي ان انا احضر معاكم النهارده. الحقيقه احنا اللي شرفنا بوجود حضرتك دكتور محمد، وانت حضرتك طبعا مشرفنا في السعوديه اكيد يعني، وحضرتك انت طبعا ناشط في نادي الاعصاب وبنسمع تعليقات حضرتك، عشان كده انا عارفاك من التعليقات بتاعه حضرتك، انت حد ناشط جدا، واحنا اللي اتشرفنا وزادنا شرف بوجود حضرتك بسمعنا، والاطراء ده متشكرين جدا عليه، ونرجو ان نكون عند حسن ظن حضرتك. ربنا يخليك يا دكتوره ايمان. شكرا. keep the good work، وبليز I'm waiting for more scientific activities to attend ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، تحت امرك يا دكتور محمد. شكرا يا فندم جدا. متشكرين. شكرا يا فندم. في حد ليه اي تعليق يا جماعه واسئله لو سمحتوا قبل دلوقتي؟ عندنا الدكتوره اسراء هتكلمنا على الريفامينتين. الريفامينتين ده اللي هو الميمنتين اللي احنا بنستخدمه في الالزهايمر، هتقول لنا الرول بتاعه، وهتكلمنا اذا كان هو بينفع في الفاسكولار ديمنشيا ولا لا، هو من لي الزهايمر. لو في حد يا جماعه عنده اي اسئله ثانيه يتفضل يقولها لنا. اول حاجه مساء الخير عليكم جميعا يا دكاتره. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. انا حابة اعرف ناس الاول. انا اسراء شريف. انا اسراء شريف من سي ان اس فرانشايز ايفا فارما، جايه النهارده قبل ما ابدا اتكلم عن الريفيمنتين وعن الدمنشيا والزهايمر، حابين بس نتكلم عن ايفا فارما والمصنع بتاع ايفا فارما. البروسيس عندنا في ايفا فارما بتمشي ازاي؟ واسمحوا لي قبل اي حاجه اعرض لكم فيديو مدته دقيقه واحده بس من داخل مصنع ايفا فارما. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو النهارده بتاع في مصنع ايفا فارما، بيوضح قد ايه البروسيس عندنا في المصنع بتمشي بدقه، وكمان ان احنا بنهتم بالكواليتي بتاعه البرودكت كويس جدا عندنا.
وده ما كانش حاجة جديدة على إيفا فارما، بالعكس إيفا فارما إحنا لو هنتكلم عن الهيستوري بتاعها هنلاقي إن إيفا فارما إحنا بدأنا في 1997 وذين ال 23 سنة دول اللي إيفا فارما بدأت فيهم إحنا بقى عندنا أكتر من 164 pharmaceutical product في الـ Egyptian market بيكفر different disease area. كان عندنا جول من أول ما إيفا فارما بدأت إن هما بيسيف and improve millions of lives. كمان إيفا فارما دلوقتي مش بس موجودة في مصر، هي موجودة في 41 دولة. إيفا فارما المصنع بتاعها بيطلع كل يوم حوالي 500,000 باكس بيروحوا ما بين الراس أو عموما أوينتمنتس أو كبسولز كمان. وريسنتلي بقينا نعمل الفايلز زي ما سمعنا عن الريميديز بير. في 2014 أخذت إيفا فارما الإيما أبروفر وبدأت إيفا فارما بقى المصنع الوحيد اللي موجود في أفريقيا والميدل إيست إن هو بيقدر يصدر الأدوية بتاعته لأوروبا. في 2019 كان في بارتنرشيب ويز ليلي، بدأنا إن إحنا في إيفا فارما اللي خدت إن هي الحق إن هي تبروموت وديستريبيوت السي إن إس بورتفوليو بتاع إيلاي ليلي في مصر. مش بس كده، إحنا في 2020 كمان إيفا فارما عملت بارتنرشيب مع جيليت وبقينا بنبروموت وديستريبيوت الهيباتيتس برودكتس بتاعت جيليت برضو في مصر كلها. واخيرا طبعا كلنا سمعنا اخر خبر عن ايفا فارما ان ايفا فارما بدات ان هي granted by جيليد ان هي manufacture and distribute الريميديزيفير ل 127 دوله، وان جيليد اصلا بدات ادت الحق ده بس ست مصانع من ضمنهم مصنع الوحيد المصري والموجود في افريقيا هو مصنع ايفا فارما. وطبعا ده بيدمونستريت الكواليتي بتاعت ايفا برودكتس وان هي ايفا بتعمل هاي كواليتي برودكتس زي الريميديزيفير وان هي خدت الحق ان هي تعمل حاجه فيتال كده في الوقت ده. بالنسبه دكتور ايمان كان في كويستشن المره فاتت عن الدوز بتاعت الريميدي زيفير، احنا كنا سالنا البرودكت مانجر بتاع الريميدي زيفير هي الدوز بتبقى 11 فايلز ال 10 ايام. اول يوم البيشنت بتاعنا بياخد 2 فايلز وبعدين بيبدا ياخد 1 فايل بير داي. ده بالنسبه للكويستشن بتاع المره اللي فاتت. تمام يا دكتور. وزي الهاي كواليتي بتاعت الريميدي زيفير في التريتمنت اوف الكورونا فايروس، إيفا فارما بتريت الديمنشيا والزهايمر بالريفيمانتين بفيري هاي كواليتي. الريفيمانتين هو عبارة عن ميمانتين هيدروكلورايد 10 ميلي جرام. طب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميمانتين اللي حضراتكم عارفينه كله ان هو انكومباتيتيف ناندا انتاجونست. يعني ايه انكومباتيتيف؟ ان هو بيبلوك الريسبتور بس في كونديشنز لما بيبقى فيها اكسسيف ستيميوليشن، وده معناه ان هو مش بيعمل اي افكت على النورمال نيورو ترانسميشن، هو بس بيدي الريسبونس بتاعه لما بيبقى فيه اكسسيف ستيميوليشن. طب الريفيمانتين واخد الـ FDA approval في 2003 في treatment of moderate to severe Alzheimer's disease. هو بيعالج moderate to severe Alzheimer's disease. بعد كده لو هنتكلم عن الريفيمانتين بيabsorbed من الأولر administration بيabsorb عادي جدا، وده بيوضح ان هو ملوش اي interaction مع الفود خالص. بيوصل للmaximum concentration within من 3 to 7 hours. الريفيمانتين بيحصل له اكسكريشن ثرو اليورين بتاعه. طيب التي هاف بتاعنا من 60 ل 80 ساعه، وده طبعا حاجه ادفانتج بالنسبه للريفيمانتين ان انا بقدر اديه للبيشنت بتاعي وانس داي، وده طبعا بالنسبه لمريض الدمنشيا والزهايمر ان هو مش هينسى الدوز بتاعته انه ياخده وانس داي وخلاص. طيب انا هبدا الريفيمانتين مع البيشنت بتاعي ازاي؟ بنبدا طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا بندي 5 مللي جرام وزين 7 دايز انترفل، بنبدا بنزود 10 مللي جرام، لو حسينا ان البيشنت محتاج تاني بزوده 15 مللي جرام 7 day interval، maximum dose 20 ميلي جرام. انا ما اقدرش ازود عن 20 ميلي جرام مع الريفيمانتين. بالنسبه للريفيمانتين ان هو 10 ميلي جرام من الريفيمانتين سكورد، فاحنا نقدر عادي جدا نبدا مع البيشنت بال 5 ميلي جرام. طيب احنا الريفيمانتين حل مشكله الديمنشيا والزهايمر، ادى ايه البنفيت بتاعه للبيشنت ده؟ الريفيمانتين عمل ريستور للكواليتي بتاعت اللايف بتاعت البيشنت بتاعتي، عمل ريستور للكوجنيتيف ابيليتيز، عمل ريستور كمان البيهافيور بتاع البيشنت. مش بس كده، كان انا ممكن ادي ريفيمانتين اد مونو ثيرابي لان هو هي فيري هاي افكتيف في حاجات في حالات الديمنشيا والمودريت تو سيفير، فانا بالتالي اقدر اديه كمونو ثيرابي. وكمان لو انا شايف ان انا ممكن اديه ان كومباينيشن، فالريفيمانتين عنده لونج تيرم سيفتي اند تولرابيلتي بروفايلز كومبيرد تو الاذر. الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في علاج الديمنشيا والزهايمر الريفيمانتين بيوفر ان هو لا عنده سيفتي بروفايل والسايد افكتس بتاعته مش سيفير زي حاجات الزهايمر الثانيه. انا مش بس فدت المريض الالزهايمر بتاعي بالريفيمانتين، لا انا فدت كمان الكير جيفر بتاعي ان انا بدات اقلل له الايفورت بتاعه عن طريق ان انا حسنت الكواليتي اوف لايف بتاعه البيشنت، فبدا الايفورت اللي كان بيعمله معايا لا الايفورت بتاعه قل شويه. واخيرا الريفيمانتين موجود في شكل علبه ثلاث شرايط
سعر العلبة 120 جنيه كل شريط سعره 40 جنيه. حابة أنوه إن الرافيمانتين برضو دخل في مناقصة مستشفى الزهراء الجامعي، وإن شاء الله أول ما نرجع تاني بالسلامة كده كلنا مستشفى الزهراء هيبقى موجود إن شاء الله في الصيدلية متوفر للبيشنت يقدر يستفيد بالرافيمانتين. And thank you. شكرا جزيلا لك يا دكتورة إسراء. مرسي يا دكتور لحضرتك و thank you لوقتك بجد. مرسي يا دكتور جدا. على فكرة في يا جماعة أسئلة، دكتورة شيماء معايا؟ دكتورة شيماء ودكتورة إيمان معانا ولا مشوا ولا إيه؟ أنا فندم مع حضرتك دكتورة إيمان. بصي يا دكتورة شيماء، في دلوقتي دكتورة نهلة بتسأل بتقول إيه الأسباب الشائعة اللي بتبقى دايما جوه تفكيرنا العيان بيشتكي من مشاكل النوم غير مشاكل النفس والسمنة؟ وبعدين الكلمة التانية بتقول والدبريشن والقلق بالنسبة للأطفال. ده سؤال الأول، هما سؤالين بس إيه عاملهم مع بعض. ايه الاسباب الشائعه اللي بتبقى دايما جوانا جوه تفكيرنا العيان بيشتكي من مشاكل النوم غير النفس والسمنه والدبريشن والقلق؟ ده بالنسبه للاطفال يا فندم، هي الاطفال تختلف عن الكبار يا دكتوره ايمان الحقيقه. ما هي ايه بتتكلم بالنسبه للاطفال وافكر في ايه غير ان هو يكون عنده اتنشن ديفيسيت، التهمه اللي كل الدكاتره بيلقوها وهم مش عارفين اصلا الكريتيريا بتاعه الدياجنوز. هو فعلا يا فندم هو الاتنشن ديفيسيت هو واخد برده اوفر هاند الحقيقه، يعني هو كومن. وبالاضافه بقى للاسباب الاخرى اللي احنا تطرقنا اليها، يعني في حاجات قوليها ان بريف كده يا شيماء، ما انا عارفه ان انت قلتيها كلها بس قوليها ان بريف كده. تمام. بس عناوين بس. تمام. هو طبعا يا فندم يا اسوشيتد، طبعا في حاجات اسوشيتد للميديكال، فلازم ان انا اعمل ان انا استبعد، يعني اعمل اكسكلوجن للميديكال كوموربيديتيز. الحاجه الثانيه السايد افكت للدراكس الحقيقه برضو بتبقى حاجه عامل كبير جدا معايا. غير كده برضو كمان اللايف ستايل بتاعه الاطفال دلوقتي فعلا، يعني في حاجات في ديستراكشن، في عدم تركيز، في استخدام طبعا برضو اللي هو الاجهزه اللي هو اللاب والموبايل والتاب وكده، الحاجات دي برضو بتاثر على دين الانهيبيتوري، فبرضو تعمل برضو ديستربنس في السليب الحقيقه. يعني برضو السليب هايجين يا فندم، السليب هايجين زي ما احنا اتفقنا هو مهم جدا جدا في التعامل او البيهيفيرال كوجنيتيف ثيرابي. ما احطش دايما ان هو حاجه ميديكال او ديزيز هدور له على دايجنوزس او كده، لا هو طبعا لازم اعمل اكسكلوجن الاول واي اكسكلوجن. بالنسبه للاطفال، بالنسبه طبعا للكبار لا طبعا، هي برضو الدبريشن هو متهم الحقيقه بقوه، يعني اللي هو الدبريشن والانكزايتي ديس اوردرز مهمه جدا ان هي بتعمل الستيب. طبعا برضو للستريس والبانيك ابيسودز وكده لازم برضو ان احنا نستبعدها كلها، نايت ميرز والنايت تيرورز والحاجات دي كلها. طيب في حد يا جماعه عنده سؤال تاني وانا مش شايفاه؟ ايوه يا فندم، انا الدكتوره نوال. اتفضلي يا فندم. معلش انا اسفه، هو في حاجه دكتور الفولوينج اب للبيشنتس لازم يبقى في فولوينج اب، هل نقدر ندخل التيلي ميديسن او التيلي سليبنج ديس اوردرز عن طريق التيلي كوميونيكيشن مع البيشنتس والكير جيفرز بتوعهم علشان نشوف الريزلت بتاعت التريتمنت بروجرام بتاعنا عن طريق الفولوينج اب؟ دي مهمه قوي يا فندم وعايزه يوم بحاله نشرح فيها دي. تمام، لو حضرتك تقولي لنا ازاي نعمل كوميونيكيشن مع بتوع التيلي ميديسن. ماشي حضرتك لو في فكره قولي لنا. اوكي يا فندم، انا هبقى اتصل بحضرتك، وفي ناس اعرفهم يعني متخصصين في الحته دي في عين شمس كانوا اتكلموا فيها يعني. تمام. ان شاء الله يا فندم. واحنا بنعمل ابحاث دلوقتي في الكليه مثلا زي التيلي كوجنيتيف تريننج فانكشنال اوت كام في حالات الالزهايمر وحالات الباركنسونيزم وحالات الاستروك، تيلي ميديسن كوميونيكيشن بنعملها مع ببروجرام معين. واشكرك جدا جدا يعني على المحاضرات القيمه دي. متشكره دكتوره نوال. شكرا يا فندم. شكرا. لا حد عنده اسئله تانية يا جماعه؟ او في انا مش شايفه اسئله، لو في حد عنده اسئله شايفها يقولها لي. طيب هو في حاجة أنا مش هي مش كاملة، يعني في سؤال مش كامل بس أنا هحاول أقراه وأشوف. دكتور محمد طرخان بيقول in absence of polysomnogram how beneficial in EEG of diagnosis of إيه يا دكتور؟ دكتور محمد sleeping disorder لو مش موجود polysomnogram EEG هستخدمه في تشخيص إيه بالظبط؟ أنا سؤالي هو
لو في مستشفيات كتيره ما فيهاش طبعا ما فيهاش بوليسومنوغرافي طبعا على مستوى البرايفت او على مستوى الانستيتيوت طيب في الحاله دي بالنسبه للدكتوره شيماء السليب ديس اوردرز والموفمنت ديس اوردرز اللي بتحصل في السليب زي الريستريس ليج والبريودك سليب بريودك لمب لمب موفمنت هل الاي اي جي كود بي اوف فاليو in absence of polysomnography and how it could be of help يعني هل هو ممكن يستخدم هل ممكن اعتمد عليه في بعض الحالات لوحده يا دكتور لوحده ولا اذا بارت من البوليسمنوجرام لا 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 لوحده يا دكتوره لوحده يا دكتوره ايمان من انا بتكلم على انا بتكلم على سيت اب اماكن ما فيهاش بوليسمنوجرام انا بتكلم على سيت اب ما فيهوش بوليسمنوجرافي وما عنديش غير اي اي جي وجاي طفل بيشكي من سليب موفمنت ديس اوردر ايوه يا فندم وما عنديش غير اي اي جي فانا عايز الدكتوره شيماء ترد عليا هل الاي اي جي لوحده كود بي اوف سام دايجنوستيك هيلب ممكن يا فندم فيديو اي جي دكتور محمد انما اي يعني فيديو اللي هو الاي جي العادي بتاعنا ده لا بتهيألي هيبقى صعب يا فندم لان احنا بيبقى فيه فريكوانسي بنعدها بنشوف الريكرنس الديوريشن ده في الاي ام جي او في برضه في السليب ابنيا بنشوف السليب ابنيا بالنسبه لو انا بشوف الاير فلو او الريسبيراتوري ماسل فلا هو طبعا اي اي جي لوحده لا ممكن فيديو اي اي جي في بعض السليب اوردرز اللي هي من ضمنها على الكلينيكال كرايتيريا يا دكتور محمد يعني الكلينيكال كرايتيريا حضرتك لما هي مثلا دكتوره شيماء قالت على البريودك لمب موفمنت والريستلس ليج سندروم هي ليها شكل معين وليها عدد معين في وقت معين يعني هي قالت تقريبا 15 مره في وقت كذا وقالت الريست ليج حضرتك دي ممكن تكون انا اللي انا عارفاه في ريست ليج ممكن تكون يوني لاترال كمان مش باي لاترال وقالت على الحاجات اللي ستيريوتايبي فكل الحاجات دي حضرتك كلينيكال بتتشخص ما هو سؤالي احنا متفقين احنا متفقين بالنسبه زي ما حضرتك تفضلتي بالاي اي جي يا فندم حضرتك انت دلوقتي بالفيديو اي اي جي الصوره بقى اللي انت حضرتك هتشوفها هتكمل على تشخيصك بتاع الكلينيكال كرايتيريا لكن في الاي اي جي العادي احنا مش بنحط اي ام جي يعني ما فيش الكترود بنحطه على الرجل علشان ترسم حاجه معينه فنشوفها حضرتك انا كده يعني واصل كده يعني ما هو ده سؤالي في البريودك لمب موفمنت والريستلس ليج سندروم والستيريوتايب موفمنت الثلاث حاجات دول ايوه لو عندي اي اي جي عادي فقط مش أيوة. فيديو اي اي جي مونيتورنج ومفيش بوليسومنوجرافي هو ده سؤالي هيطلع ايه بقى ساعتها بقى دكتور محمد بقى طبعا دلوقتي حضرتك عارف احنا واحنا بنعمل الاي اي جي اللي هو التلت ساعة ده احنا في مانوفر كده معينة العيان يقعد ساكت ما يتحركش مفيش خطوات جنبيه القاعدة بتعمل لازم تكون هادية والكلام ده كله اذا حصل الكلام ده انا هلاقي بقى مالتيبل ارتفاكت على شكل اي ام جي يعني مثلا دلوقتي هلاقي واحد عنده استريس ليج قاعد بيفرق القاعد بيفرق ده هتطلع لنا في الاي جي ايه هتطلع ارتفاكت تمام. لو طبعا ارتفاكت مع الهيستوري او في دكتوره كتبت او اللي قاعده مثلا بتعمل التكنيشن قالت ان هو كان طول الوقت بيحرك رجله وانا مش قادره اعمل كنترول وانا لقيت ساعتها في ارتفاكت انا هربط بقى الكلينيكال باللي انا شايفاه لكن ما فيش حاجه سبيسيفيك اي جي توريني تمام دكتوره ايمان انا كان عندي سؤال تاني اتفضل ذكرته الدكتوره شيماء اللي هي السليب هايجين انا عايز اسالها do you really believe in السليب هايجين السليب هايجين الحقيقه ثيوريتيكالي كلام ظريف وكلام كويس لكن ما حدش بيطبقه يا دكتور كلام ظريف وكلام كويس والسيت اب بتاعه في الادلت ممكن يتطبق لكن انا بتكلم على طفل عنده اي دي اتش دي او عنده اذر سليب ديس اوردرز ازاي السليب هايجين ممكن يتطبق انا بحس ان السليب هايجين اولموست اوف ثيوريتيكال فاليو ومع وانا مش من البليفرز بتوع السليب هايجين هو اصلا كانوت فولو ذا نوليدج يعني الطفل نفسه هو ما بيعرفش حاجه ومش بيسمع الكلام وكده يعني زي ما حضرتك ده سؤالي او ده تعليقي طبعا فازاي هنخليه يخضع ان هو يسمع كلامنا وينام في وقت معين ويصحى في وقت معين موتيفيشن له موتيفيشن
تمام. والدكتوره شيماء برضو ترد علينا لو في حاجات الدكتورة معينه. الدكتوره شيماء ترد، انا عايزه ترد. اتفضلي يا دكتوره شيماء. دكتوره شيماء يا شيماء. ايوه يا فندم. ايوه دكتوره ايمان. انت سمعتي الدكتور محمد قال لك ايه على السؤال؟ ماشي يا فندم. هو اللي سيف هايجين يا فندم حاجه مثلا زي كوفيد دلوقتي دكتور ايمان، هو كوفيد يعني ثانيه لا هو دكتور محمد على فكره بيسال لو انا طفل عندي اتنشن ديفيسيت، وهو طبعا مشكلته غير ان هو بيتنطط طول النهار، هو برضه بالليل مش عارف ينام. انا السليب هايجين انا مش عارف اعمل له سكادجول بالليل اصلا، يعني ده لا يتبع ما لا يتبع الارشادات بمعنى اصح، او لا يقبل النصح. فانت هتعملي له ايه علشان تخلي نومه منتظم فيبقى تاني يوم احسن؟ هو طبعا الدراج معروفه اللي بتتاخد. بالظبط يا فندم. هو بالنسبه للاي دي اتش دي هو فارماكولوجيكال اكتر، احنا اتكلمنا في السليب هايجين ده في حالات الاوتيزم مثلا وفي حالات الازر ديس اوردرز، انما نيورو ديفلوبمنتال زي مثلا حالات السي بي وكده، لان في برضه الادابتيشن يا فندم. ايوه دكتور ايمان. ايوه سامعينك يا دكتوره شيماء. ايوه فندم. يعني هو بالنسبه في الاي دي اتش دي سؤال دكتور محمد، لا طبعا هو الفارماكولوجيكال ان انا كنترول الديفيسيت ده الاول، بعد كده يعني مع التحسن ممكن ندخل بعد كده بالسليب هايجين، انما الاذر ديس اوردرز مثلا قصدك فارماكولوجيكال يعني. بالظبط يا فندم. الفارماكولوجيكال الاول يعني نبدا بيه، بعد كده نكمل ثانيا بالنون فارماكولوجيكال، انما بالنسبه للاوتيزم والاذر ديس اوردرز والبيهيفيرال لا السليب هايجين لا بنبتدي بيه الاول طبعا. وهو دكتور محمد بيقول انت يعني هو فعلا ده حاجه ثيوريتيكال ولا بتطبق؟ هو دلوقتي يا دكتوره ايمان في ايرا زي اللي احنا فيها حاليا اللي هي الكوفيد، السليب هايجين رقم واحد في كل حاجه سواء ادلت او تشايلد، ان انا بعمل بيه كنترول للانكزايتي وال حبيبتي هو ما حدش معترض، احنا بنقول هاو ما حدش معترض. تطبيق يا فندم في تدريب يا فندم، وفي في يعني تيمز مخصصه للتريننج على السليب هايجين للبيرنت والتشايلد. فدي فعلا انا قريت ان هي موجوده يعني الكير جيفر. الكير جيفر طبعا والموتيفيشن زي دكتوره نوال ما بتقول. وبعدين لو عمل ايروبيك وعمل ايفورت كبير هيتهدي ينام من التعب والارهاق. فعلا الاطفال لما بيبذلوا مجهود ويجروا ويلعبوا مع بعض تبص تلاقيهم ناموا بسرعه وخدوا وقت من الاجهاد اللي هم فيه والفتيج اللي بيحصل لهم. تمام. والموتيفيشن مهم قوي، نبقى يعني نحاول صحيح. نعمل صحيح. شكرا يا دكتوره شيماء. شكرا. ولو اني برضو حتى في حالات الاوتيزم انا حاسس ان برضو تطبيق السليب هايجين صعب. انا معاك يا دكتور محمد على فكره. يعني انا صح. انا بتكلم على حاجه يعني ككتابه وكثيوريتيكال بيزس وك يعني ليها فاليو، لكن تطبيقها صعب جدا حتى مش في حالات الاي دي اتش دي، في الاوتيزم وفي كله. عارف يا دكتور محمد، يعني دكتور محمد احنا برضو يعني بما اننا احنا بنشتغل كتيم ورك والكلام ده، اللي بيبقى برضو بيعرف في الحاجات دي وتطبيقها كويس قوي اكتر مننا الناس اللي هم السايكولوجيست سايكاتريست. لا السايكولوجيست مش السايكاتريست. لا السايكولوجيست. أيوة. السايكولوجيست دلوقتي لو في حد كان داخل معانا كان قال لحضرتك ان في فعلا حاجات بتتعمل كسليب هايجين وفعلا فيها تريننج للاطفال وفي حاجات فعلا منها بتنفع، بس انا دلوقتي الاسامي بالظبط الحاجات اللي انا عارفه كده يعني، بس الاسامي الحقيقه هي مش سعفاني، لكن هم بيبقى ليهم رول في القصه دي جدا في هاو تو ترين الاطفال اللي زي كده. تيم وورك. هي صعبه يا دكتوره ايمان، صعب تطبيقها، ولكن يمكن المختصين زي ما حضرتك تفضلتي يعرفوها احسن مننا. السايكولوجيست فعلا هو فعلا لو حد معانا كان فعلا اسعفنا باجابه ترضي حضرتك غير الفارماكولوجيكال تريتمنت. بالظبط. واحنا نشوف برضه يا دكتور ترخان نشوف. ويكون سايكولوجيست في النيورولوجي او في البيدياتريك. لا واحنا كمان نقرا برضه يا دكتوره نوال برضه، يعني احنا نقرا برضه ونجاوب ان شاء الله على سؤال دكتور محمد. طبعا نقرا ونعرف ونتعلم برضه. كلية الآداب بيبقوا هم متخصصين في كلية الآداب سايكولوجيست. بالظبط بتوع السايكولوجيست حضرتك. تمام. تخاطب كده. ألف شكر يا دكتورة شيماء، ألف شكر يا دكتورة إيمان. العفو يا دكتور طرخان، حضرتك شرفتنا. ربنا يخليك. في يا جماعة حد ليه أي تعليق تاني أو سؤال؟ نشكرك بشدة يعني. شكرا. طبعا يعني يا رب يكون اليوم الثاني كان مفيد بالنسبه لكل الحضور،
ويارب نكون على قد ما قدرنا نجاوب بعض الأسئلة، وإن كان بعضها محتاج مننا بعض القراءات وده مش عيب، إحنا دايماً في تعليم ودايماً في تريننج، وإن شاء الله نتقابل بعد أسبوعين في موضوع جديد. يارب إن شاء الله ينول إعجابكم ويكون الحضور إن شاء الله ضعف العدد وأكتر، ونتمنى وشرفونا طبعاً بالحضور أستاذ دكتور محمد طرخان وأستاذ دكتورة نوال وأستاذ دكتورة هدى مسعود، وفي طبعا اكيد كتير من الاساتذه اللي انا ما شفتش اساميهم الحقيقه، بشكرهم جدا كلهم، واحنا طبعا سهرناهم معانا، بس يا رب ان شاء الله يكون يعني وقت مفيد باذن الله، وقدرنا نراجع بعض المعلومات اللي هم عندهم اكتر مننا ان شاء الله، وقدرنا نثبت المعلومات عند صغار الاطباء اللي هم داخلين امتحانات ان شاء الله. شكرا جزيلا للجميع. شكرا يا جماعه. انتوا بتستعدوا بقى لامتحانات سنه 5 وكده النهائيه، السنوات النهائيه احنا امتحانات بقى الماجستير والدكتوراه يا دكتور في شهر 8 ان شاء الله. بس في سنه اخر سنه 6 بيمتحنوا في نص الشهر ده، مش كده؟ بالظبط حضرتك، بالظبط ان شاء الله يا دكتور. سهرناكم يا جماعه، لا ابدا، ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. كورونا دي افادتنا كتير على فكره يا دكتوره نوال. انا من الناس اللي ان شاء الله افضل واحب يا رب ان شاء الله، بس اقول كلمه وانفذها، ان احنا الويبينارات دي ما توقفش، يعني ان شاء الله نحاول احنا نعمل كده باذن الله في المستقبل، نحاول الويبينارات دي على الاقل حتى وانس مانثلي نحاول نعمل كده ان شاء الله. شكرا لك يا دكتوره شيماء، شكرا جزيلا، شكرا للدكتوره ايمان، شكرا للدكتور اسراء ودكتوره مارينا، وشكرا للدكتور ماهر المانجر. يا دكتور ثانك يو لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك يا دكتوره ايمان، شاكرين يا فندم جدا، والى اللقاء الويبينار الجاي. الى اللقاء ان شاء الله، شكرا جزيلا، ان شاء الله يا دكتور، على خير يا فندم. وحضرتك من أهل الكورس. مع السلامة. سلام. ألف سلامة.